أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. النهاردة بإذن الله هنبتدي Lecture 6 في Respiration، وهي هامة جدا وخاصة بالأكشن ترانسبورت والأكشن ديسوشيشن كيرفز، اللي عارف أن في بعض أبنائي الأعزاء من الطلاب بيستصعبوها، لكن ده موضوع زي ما هنعرف دلوقتي من ألطف الموضوعات. فليت أس ستارت بالمحاضرة السادسة والأكشن ترانسبورت. إنما كعادتنا يا ولاد هنبتدي بالامتحان على المحاضرة الماضية بإذن الله. فعندنا sorry for that طب بس شوية بيقول لنا choose the correct answer. ف regarding the work of breathing all are correct except، يعني هنختار الإجابة الخاطئة يا أولاد. All are correct except، يبقى هو عاوز الإجابة الخاطئة. It occurs، هي كلمة ناقصة حتى كان المفروض أكملها. Occurs during inspiration in pneumonia، صح طبعا هكملها لكم اهي. بتحدث في في الانسبريشن فقط، في اليوبنيا يعني في النورمال ريستنج بريدنج. طيب mostly due to frictional resistance in bronchial tree، لا طبعا هي mostly elastic work compliance work pressure volume work اللي هو 65%، يبقى دي الغلط وبالتالي هي اللي نختارها. Frictional resistance may exceed the elastic work in bronchial asthma. طبعا شفنا حتى الكيرف ازاي ان هو الفريكشنال ريزيستنس في البرونكال اثما تخطط الالاستيك وورك. طيب يبقى دي صح. اكسبيريشن وورك او اكسبيراتوري وورك از نيدد وذ رابيد اير فلو، صح طبعا رابيد اير فلو بيخلي البرونكاي تبدو ليتل بيت كانها اضيق شويه. سؤال تاني مساله يا اولاد بيقول لنا بروفايدد البارومتريك بريشر كان 760 ملليمتر مركري والووتر فيبر بريشر 60 ملليمتر مركري والبرسنتج اوف اكشن في الجو كانت 20%، احسب لنا الضغط الجزئي للاكشن ده بارشال بريشر اكشن. قلنا ان المساله دي بتنقسم الى جزئين. الاول انت التوتال دراي بريشر اوف جاسز ده اللي هو 760، دول مش total dry pressure of gases بس، دول مجموعة عليهم الwater vapor pressure. فالأول barometric pressure ده بيمثل شيئين، total dry pressure of gases زائد الwater vapor pressure ده 760. يبقى عشان أجيب ضغط الغازات فقط يا أولاد لازم أشيل من 760 ضغط بخار المية، عشان اللي بقي لي يبقى ضغط الغازات بس، يبقى 760 ناقص 60 تبقى 700. طب قلنا بعد كده كل غاز بيساهم بنسبته في الخليط ده، طب الاكشن بيمثل 20%، يبقى هو من ال 700 دول قد ايه؟ 700 في 20 على 100 تبقى 140 مليمتر مركوري اللي هي سي. طيب السؤال الثالث regarding the pulmonary pressure all are correct except، يعني قال لي اختار الإجابة الخاطئة. regarding the pulmonary membrane اسف all are correct except the thickness تاع pulmonary membrane، من الحاجات الرائعة في الخلق ان ربنا احنا يهمنا ان الثيكنس يبقى قليل فهو اقل من 1 مايكرو، يبقى إجابة صحيحة. الاريا يهمنا انها تبقى كبيره، لكن ما كناش نتصور انها في الادلت ميل هتوصل ملعب تنس 70 ل 80 متر مربع، يبقى اجابه صحيحه. انما الاكشن ديفيوجن از ايزير ذان سي او 2 ديفيوجن في البالمر ميمبرين، دي غلط طبعا، لان احنا قلنا في البالمر ميمبرين بنعدي في اكيوس ميديوم حيث سي او 2 بيدوب 24 مره قد الاكشن فواخد برايورتي، يبقى هي دي الغلط ودي المطلوبه.
الاريا increases during exercise إجابة صحيحة. يبقى هنا مطلوب الغلط يبقى تختار سي. regarding the pressure اللي هو التنشر جاسز، وخد بالك بقى من دي هتفيدنا في المحاضرة دي. احنا قلنا ضغط الأكسجين يا ولاد 40-100، 40 في الفينس أو التيشو اللي هو القليل، إنما في الأرتير بلاد اللي في الألفيلاي بيبقى 100 مليمتر مركوري. يبقى A و B صحيح. السي أو 2 40-46، 40 في الأرتيريال بلاد أو الألفيلاي و 46 في الفينس بلاد أو الريستينج، فيبقى برضو سي إجابة صحيحة. يبقى all of the above إجابات صحيحة. regarding the AV الventilation perfusion أو الـ AVQ ratio اللي هي الـ alveolar ventilation perfusion ratio normally 0.6 at the lung apex، غلط. احنا قلنا العالي عالي، عند apex تبقى 3. بتزيد بالـ pulmonary thrombosis، صح. لو قفلت الـ pulmonary بثرومبس يبقى الـ perfusion قليل، يبقى المقام هيبقى صغير، يبقى الـ ratio تبقى عالية. يبقى دي الإجابة الصحيحة. الريشيو بتوين بالمونري فنتليشن، هي ريشيو بتوين بالمونري فنتليشن اند كاردياك اوتبوت، غلط. هي ريشيو بتوين الفولار فنتليشن اند كاردياك اوتبوت، يبقى دي غلط. الديفرنس بتوين الابيكس اند بيز اوف لانجز، الديفرنسز دي كومبنسيت فور ايتش اذر، لا طبعا، لان الابيكس لا يتلقى غير 10% من الدم، بينما البيز تتلقى اكتر من 50% من الدم، يبقى لا يمكن دي كومبنسيت دي، فيبقى دي إجابة خطأ. وعليه يبقى الإجابة الصحيحة هنا هي B. يبقى الأنسر يا أولاد 1 B for baby، 2 و 3 C for cat، 4 D for daddy، 5 B for baby. كده ما خلصنا الجزء الأول وهو الخاص بالامتحان. نبتدي بقى واحد من أهم المحاضرات، وعاوزك تركز معايا في الـ respiration، وهي الـ oxygen transport. طيب تدي oxygen transport، فبنقول الآتي: ركز معايا بقى. المعلومة الأولى: يحمل الأكسجين في صورتين، فيزيكال أي الأكسجين المذاب ديزولفد، وكيميكال اللي هو في اتحاد كيمائي في حالة الأكسجين بيبقى متحد مع الهيموجلوبين. يبقى تاني: يحمل الأكسجين في صورتين، فيزيكال اللي هو ديزولفد المذاب، وكيميكال اللي هو مع الهيموجلوبين. طيب طالب قال لي ادينا فكرة عن الكمية اللي موجودة in physical form والكمية اللي موجودة in chemical form. فلو خدنا 100 كيوبيك سنتيمتر اللي هي ملي لتر، يعني 100 سنتي دم يعني of arterial blood، هنلاقي ان الكيميكال في حوالي 19.5 ملي لتر موجودين في التحاب مع الهيموجلوبين. الأرقام دي مهمة جدا. بينما الأكسجين المذاب ما كملش 1 0.3. طيب يبقى فكر معايا، يبقى ايه أهمية الكيميكال وايه أهمية الفيزيكال؟ مين أكتر؟ الكيميكال 65، لو قسمت دي على دي تطلع تقريبا 65 مرة أو أكتر الفيزيكال، يعني most of oxygen في البلاد محمول في chemical form مع الهيموجلوبين، مش دايب. الأكسجين الدائب ده يفيد هناك الأسماك في البحر، تعتمد على الأكسجين المذاب، خلاص. إنما إحنا هنا معظم الأكسجين موجود في chemical form. الchemical form 19.5، الفيزيكال 0.3، دي أدي دي 65 مرة. يبقى من هنا نخلص إن التيشوز يا أولاد depend أساسا على الchemical form، على الأكسجين المتحب مع الهيموجلوبين اللي هو الأعداد دي تحفظها صم 19.5 مليليتر في كل 100 سنتي أرتير بلاد، وهي تمثل 65% الكمية اللي موجودة في فيزيكال فور. نيجي بقى للسؤال الأهم، فطالب يسألني
طب ما نغض البصر عن الفيزيكال فور، ايه 1 ل 65؟ كميه قليله قوي ما ننساها. لا ده هو ده السؤال يا اولاد. فهيسالنا طب ايه اهميه الاكسجين ان فيزيكال فور؟ فالاجابه الاكسجين ان فيزيكال فور هو اللي بيصنع الاكسجين تنشن او البريشر اوف اكسجين، يعني ضغط الغاز بيتوقف مش على الغاز اللي في اتحاد كيميائي انما على الغاز المذاب. وحفظتها لاجيال بطريقه جميله وعربيات بعربياتنا، الغازات في الاتحادات الكيميائيه لا ضغوط لها، الغازات المذابه هي التي لها ضغط. نقولها انجلش، gases in chemical forms have no tension while gases in physical forms have tension. يعني المذاب ده على قلتي هو ده اللي بيدي ضغط الاكشن او الاكشن تنشن، اللي هو ما بنقول 40 عند الريستنج تيشو او الفينس بلاد و100 عند الارتيريال او الالفيولاي. مين اللي بيعمل الضغوط دي؟ مش الكيميكال الكتير، الكيميكال ده اللي بيعتمد عليه الانسجه في غذائها، اللي بيعمله الفيزيكا. طب هذا ينقلنا الى سؤال اخر. طب انت قلت لنا الفيزيكال ده كميه قليله قوي بس اهميته ان هو الذي يصنع التنشن. طب ايه اهميه ان احنا نعرف ضغط الاكسجين؟ يبقى سؤال نتج عنه سؤال، الفيزيكال بيصنع التنشن، طب ايه اهميه انك تعرف التنشن؟ حاجتين يا اولاد. لو انا والاعداد دي صحيحه قلت لك ضغط الاكسجين في الارتيريال بلاد 100 مليمتر مركيو، ده اللي جبتها لكم في الامتحان، بينما في الريستنج تيشو، الريستنج 40 مليمتر مركيو، الاوائل يقولوا الريستنج تيشو مش التيشو يسكت، الريستنج تيشو 40، يبقى تتوقع الاكسجين ينتقل منين لفين؟ من الضغط الاعلى يعني الارتيريال بلاد اللي هو 100 للضغط الاقل اللي هو الريستنج تيشو اللي هو 40. يبقى معرفه الاكسجين تنشن او البريشر اوف اكسجين عرفني الدايركشن اوف ديفيوجن اوف اكسجين، من الضغط العالي للضغط القليل، مش بس الدايركشن والريت اوف ديفيوجن، لان البريشر ديفرنس عالي فهيؤدي الى الانتقال بسرعه، يبقى عرفني الريت والدايركشن اوف ديفيوجن. خد اللي بعدها وهي الاهم. تصور كل ما زاد الاكسجين المذاب اللي هو الفيزيكال اللي هو كميته قليله، كل ما زاد الاكسجين تنشن ضغط الاكسجين، كل ما زاد الاكسجين المتحد مع الهيموجلوبين، وهي بص معايا على الكيرف الصغير ده، كلما زاد ضغط الاكسجين زاد الكميه المتحده مع الهيموجلوبين. حتى بقولها بطريقه يعني طريفة نوعا ما، ان الصغير بيتحكم في الكبير، الاكسجين المذاب على قلتي برغم ان هو القليل هو الذي يتحكم في كم الاكسجين ان كيميكال على كثرته. كل ما الفيزيكال يزيد ضغط الاكسجين يزيد الاكسجين المتحد مع الهيموجلوبين. ده كان اول سؤال عندنا في الاكشن ترانسبورت، واجاوبه تاني ننظم معلوماتنا، وانت فكر معايا واسبقني في الاجابه. يحمل الاكسجين في صورتين، كيميكال في اتحاد كيميائي في صوره اكسي هيموجلوبين، وفيزيكال مذاب اللي قلنا بتعتمد عليه الاسماك في البحار. طيب لو خدنا 100 سنتي ارتيريال بلاد، قد ايه كيميكال وقد ايه فيزيكال؟ الكيميكال 19.5، الفيزيكال 0.3، قليل قوي. يعني ده كم مرة؟ 65 مرة. يعني اقولها لك بطريقة تانية، وجود الهيموجلوبين في الدم بطريقة اخرى في الام اس كيو زود الاكسجين كارين كاباسيتي اوف بلاد، زود مقدرة البلاد انها تشيل اكسجين 65 مرة، 65 تايمز. فعلا عمر يا اولاد الدم يبقى ميه، لو كان الدم ميه كان هيبقى اللي موجود فيه فيزيكال بس 0.3 في كل 100 سنتي، لكن بسبب الهيموجلوبين قدر يشيل في كيميكال فورم 19.5، 65 مره قد الفيزيكال.
يبقى الهيموجلوبين هو اللي زود مقدره البلد الرهيبه 65 مره 65 مره على حمل الاكسجين. طب هذا ينقلنا الى سؤال، طب ايه اهميه الكيميكال؟ خلاص مش ده كتير، يبقى التيشوز ديبند على الكيميكال. سؤال الاهم والاصعب، طب ايه اهميه الفيزيكال؟ الغازات في الاتحادات الكيميائيه لا ضغوط لها، فقط الغازات المذابه هي التي لها ضغط. Only gases in physical forms have tension while gases in chemical forms have no tension. يبقى الفيزيكال هو اللي بيحدد التنشن. طب هيسألك السؤال التالي، طب ايه اهميتنا بتعرف التنشن؟ تقول له حاجتين، معرفة التنشن عند الارتيريال بلاد وعند الريستنج فينوس بلاد عرفني الدايركشن اوف ديفيوجن اوف اوكسجين من الارتيريال للريستنج تيشو، لانه من الاعلى الاوطى، وان الريد هيبقى سريع لان البريشر ديفرنس عالي، الفرق من 140 عالي 60. الاهم كلها الصغير هو اللي بيتحكم في الكبير، كل ما زاد الفيزيكال اللي هو قليل يزيد الاكشن تنشن وعليه يزيد الكيميكال، يعني الفيزيكال هو الذي يتحكم في الكيميكال. طيب نيجي يا اولاد لأربعة ديفينيشنز من اهم ما يكون في الموضوع. فور ديفينيشنز نعرفهم مهمين جدا، تبقى عارفهم في الام اس كيو في الشفوي، من اهم الديفينيشنز. تعريف الاكشن كاباسيتي، تعريف الاكشن كونتنت، تعريف البرسنتج ساتوريشن اللي عاملهم باللون الاصفر، وتعريف اللي بيعتبره الطلب اصعب الكوفيشنت اوف اكشن يوتيلايزيشن. فانا يا اولاد بتخيل الهيموجلوبين ده، انا جبت كوبايه في الفتره دي، الهيموجلوبين ده عباره عن كوبايه كده اهو، تعال نشوف ده الهيموجلوبين يا اولاد. اللي موجود فعلا في الهيموجلوبين هو ده الكونتنت، خلاص اللي موجود فعلا ده الكونتنت. يبقى الكوبايه بتمثل الهيموجلوبين اللي هو الحاوي، والمحتوى اللي جواها اللي هو الميه هو ده يمثل الاكشن. فما هو تعريف الاكشن كونتنت؟ The volume of oxygen in hemoglobin، كمية الأكسجين في الهيموجلوبين. والكلام كله يا ولاد على 100 سي سيز اوف بلاد، بنتكلم كله على 100 سنتي بلاد، بس مش هحطها بقى عشان ايه ما لخبطكش، تركز معايا اكتر. يبقى الأكسجين كونتنت هو الفوليوم اوف أكسجين ان هيموجلوبين. طب ايه تعريف الكاباسيتي يا ولاد؟ الكاباسيتي الكوباية دي نفرض جواها 10 سنتي، لما تمتلئ للنهاية هتشيل 20، يبقى ساعتها كام يا ولاد؟ انت بتقول لما بتمتلئ للنهاية تشيل 20، يبقى ساعتها 20. يبقى تعريف الأكسجين كاباسيتي هو the volume of oxygen in hemoglobin. شوف بس نفس التعريف الأولاني، the volume of oxygen in hemoglobin، بس نزود حتة مهمة جدا، when the hemoglobin is fully saturated، لما الهيموجلوبين يبقى fully saturated. يبقى تاني خدنا اول تعريفين، ايه تعريف الاكسجين كونتنت؟ ذا فوليوم اوف اكسجين ان هيموجلوبين اللي هو نفرض 10، لما الكوبايه دي بملاها الاخر بتشيل 20، يبقى ساعتها 20. يبقى ما هو تعريف الكاباسيتي؟ نفس الجمله الاولى، ذا فوليوم اوف اكسجين ان هيموجلوبين، بس تكمل حته، وان ذا هيموجلوبين از فولي ساتوريتد. طيب الكاباسيتي سعة الكوباية بتعتمد عليه، على الكوباية تعتمدش على حاجة تانية. يبقى الكاباسيتي الأكسجين كاباسيتي أسئلة لذيذة في الام اس كيو، بتعتمد فقط على الأماونت أوف هيموجلوبين، كل ما يبقى الهيموجلوبين كتير في الدم يبقى سعته أكتر، يبقى حاجة واحدة الكاباسيتي. بينما الكونتنت يا أولاد تعتمد على حاجات كتيرة قوي، تعتمد على كمية الهيموجلوبين، الكونتنت جوه الكوباية اعتمد عليه، على أقدر أحط قد إيه في الكوباية يبقى تعتمد على الهيموجلوبين، تعتمد على ضغط المياه الاكسجين تنشن في الحاله دي، ضغط الاكسجين هيملى قد ايه، الافينيتي اوف هيموجلوبين تو اكسجين، قابليه هذا الهيموجلوبين اكسجين، استخدام الانسجه للاكسجين، كل ده بيحدد الاكسجين كونتنت. اربع حاجات اهم وكلها منطقيه. الموجود في الكوبايه يعتمد على سعه الكوبايه هتشيل قد ايه، ضغط يعني افتكرها ضغط بدل المياه، ضغط الاكسجين،
قابليه الكوبايه انها تاخد الاوكسجين اللي هو الافينيتي هيموجلوبين اوكسجين، والانسجه بتستخدم قد ايه الميتابوليزم، بينما الكاباسيتي تعتمد على الهيموجلوبين بس. انا عاوز يا اولاد التعريف الثالث تقوله لي انتوا بقى، وهو سهل وقصادك اهو. الكوبايه فيها 10 وساعتها 20، يبقى النسبه المئويه لتشبعها percentage saturation of hemoglobin with oxygen كام؟ فيها 10 وبتشيل 20، عاوز النسبه المئويه. المئويه طالب قال لي بقى مليانه 50% الكوبايه، هي فيها 10 وتشيل 20، يبقى مليانه 50%. حسبتها ازاي؟ الكونتنت على الكاباسيتي في 100، 10 على 20% تطلع 50%. اظن دي سهله قوي. طب نيجي بعد كده يا اولاد اصعب بقى تعريف، كوفيشنت اوف اوكسجين يوتيلايزيشن، معامل استخدام الاكسجين. بص معايا برضو بشبهها لكم شرح كله طفولي يا اولاد. انا التيشوز وجالي الارتيريال بلاد فيه 10، حلو، يبقى الارتيريال بلاد فيه 10 كونتنت، فالتيشو خدت اللي عاوزاه ورجع الفينس بلاد فيه 8، يبقى انت اديتني الكوبايه اللي تمثل الارتيريال جاتني فيها 10 رجعتها لك فيها 8 بعربياتنا، يبقى انا استخدمت كام في المية من اللي كان موجود؟ استخدمت جهد فيها 10 رجعت فيها 8، يبقى انا استخدمت 2 من 10، مش كده؟ يعني 20%. يبقى هو ده معامل استخدام الاوكسجين. لو انا قلت لك بدون المثال التافه ده اقول لك ما هو تعريف الكوفيشنت اوكسجين يوتيلايزيشن زي ما اتقال في المحاضرات، يقول لك اوكسجين كونتنت ان ارتيريال ناقص اوكسجين كونتنت على فينس ديفايد باي اوكسجين كونتنت ان ارتيريال تايمز 100، اهي قصاد المعادله اهي الكوفيشنت اوف اوكسجين يوتيلايزيشن اللي هو الاوكسجين ان ارتيريال ناقص الاوكسجين ان فينس مقسومه على الارتيريال اللي هو 10. هي الموضوع تافه يا اولاد، الفرق بين الارتيريال والفينس ده اللي خدته الانسجه، كان فيها 10 بقى فيها 8، يبقى خدت 2 من كام؟ جات لها في كام من 10؟ خدت 2 من 10 يبقى خدت 20%. ادي الكوفيشنت اوف اوكسجين يوتيلايزيشن. ده كان الجزء الثاني في سؤال ال اوكسجين ترانسبورت. هقول ثاني اربع تعريفات، يلا يا اولاد نقولهم مع بعض. ما هو تعريف الاوكسجين كونتنت؟ ذا فوليوم اوف اوكسجين ان هيموجلوبين، اللي في الهيموجلوبين ده الاوكسجين كونتنت. عايزين شرح طفولي اهو. طب ايه تعريف الكاباسيتي؟ السعه. السعه الكوبايه هتشيل قد ايه لما تبقى مليانه، هي دي سعتها. يبقى نفس التعريف الجزء الاولاني، لو قلت ذا فوليوم اوف اوكسجين ان هيموجلوبين وسكت ذا فوليوم اوف اوكسجين ان هيموجلوبين يبقى ده كونتنت. لو قلت ذا فوليوم اوكسجين ان هيموجلوبين وكملت وان ده هيموجلوبين از فولي ساتوريتد يبقى ده الكاباسيتي. سهله سهله قوي، اللي موجود الكونتنت، اللي موجود لما تتملي للاخر هو ده السعه. طب السعه تعتمد عليه على حاجه واحده، على الكوبايه اللي هي الهيموجلوبين، انما الامتلاء يعتمد على الكوبايه هتشيل قد ايه، ضغط الميه، قابليه الهيموجلوبين ان ياخد الاكسجين، استخدام الانسجه، الميتابوليزم. كلام بسيط. طيب الساتوريشن انتوا قلتوها الكوبايه فيها 10 وساعتها 20، يبقى نسبه امتلائها كام في المية؟ ما تقوليش النص، عاوزين في المية. يبقى الكونتنت 10 على الكاباسيتي 20%، الكونتنت على الكاباسيتي في 100، ده البرسنتج ساتوريشن. طب معامل استخدام الاكسجين، ده اصعب تعريف اللي هو تافه. انا التيشوز جالي الارتيريال في 10 خد، اللي انا عاوزه رجعت الفينس في 8، انت اديتني الكوبايه فيها 10 رجعتها لك فيها 8، بالله عليكم يبقى انا استخدمت كام في الميه؟ استخدمت 2 من 10 يبقى 20%. عملتها ازاي؟ اللي استخدمته عباره عن ارتيريال جه 10 ناقص الفينس رجع في 8، يبقى انا استخدمت 2 ارتيريال ناقص فينس على اللي كان موجود اللي هو الارتيريال 10 في 100 تبقى 20%، يبقى ده كوفيشنت اوف يوتيلايزيشن. اهي يا اولاد ما تجيش اسهل من كده. ده كان الجزء الثاني في الموضوع اللي هو التعريفات. نيجي للجزء الثالث وهو الكيرف يا اولاد. اوفر ييرز يا اولاد، لو انا بدات بالكيرف زي المحاضرات يعني وارقام واعداد مش هتنسجم في الموضوع. انا بقى طول عمري عملت حاجه بالعكس،
مفروض الطبيعي في الشرح نقول المنحنى ونطلع بيه بالمعطيات بالكونكلوجن. ايه رايك بقى؟ انا هبتدي عكس كل الناس، هقول لك الكونكلوجن احنا عاوزين نطلع بايه، وبالتالي لما اجي اقول الكيرف هتحس انه سهل جدا. ليه؟ لان احنا عاوزين نطلع بايه دي سهله جدا، وتملي العبد الله بيركز عليها. عارف ايه هي؟ انه وراء الخلق خالق بس. فتعالى بقى انت، انا متخيل انك قاعد قصادي وبتجاوب، كل واحد فيكم يجاوب على الاسئله اللي هقولها له. تفتكر ربنا خلق الهيموجلوبين اللي قلنا اول ميزه فيه انه زود الاوكسجين كاباسيتي وبلاك كم مره؟ فاكرين الرقم 65 مره. لو ما كانش فيه هيموجلوبين كان كل الاوكسجين يبقى فيزيكال كان يبقى 3/10 بدل 19.5. شيء رائع، انسى دي دلوقتي. تعالك انت كده عاوزك تبتهل الى الخالق وتقول له يا رب اعمل لي ماده تشيل الاوكسجين من اللانجز توديه الانسجه. حلو، ابتهال اهو. يا رب اخلق لنا ماده تشيل الاوكسجين من اللانجز توديها الانسجه. فانت هتطلب من ربنا سبحان الله ان الماده دي عند اللانج تشيل اوكسجين ولا تسيب اوكسجين؟ وخد بالك عند اللانج بيبقى الاوكسجين تنشن هاي، فانت هتطلب من ربنا تقول له عند اللانج اللي هو عندها هاي اوكسجين تنشن انت عاوزها تشيل ولا تسيب؟ انا سامع الاجابه، كل الطلبه قالوا لي تشيل. نقولها بلغه علميه، يبقى احنا عاوزين الماده دي عند اللانج يحصل لها ساتوريشن، تشبع، ان عند اللانج عند الهاي تنشنز يحصل لها ساتوريشن. تمام. طيب بقيت الابتهال، طب عاوزها عند التيشو حيث التنشن لو، احنا قلنا هنا كان عند اللانج 100، فاكر عند الريستنج تيشو كان 40 اللي هو لو اوكسجين تنشن، عاوزها تشيل اوكسجين ولا تسيب الاوكسجين للتيشو؟ ايه رايك انت؟ جاوبها انت قبل ما اقولها. عاوزها تسيب، يبقى هنقولها في تعبير طبي ديسوشيشن. يبقى نحن ابتهلنا الى الخالق ان، وهو عمل كده اوريدي، يخلق لنا ماده عند الهاي اوكسجين تنشن عند اللانج تشيل الاوكسجين، وعند اللو اوكسجين تنشن عند التيشوز تسيب الاوكسجين. يعني عند اللانجز عند الهاي تنشن يحصل لها ساتوريشن، وعند التيشوز عند اللو تنشن يحصل لها ديسوشيشن تسيب. هذا ما حضرتك وحضرتك وأنا ابتهلنا به، ولكن ما سنراه أكثر مما طلبنا سبحان الله. وبقول الجملة الخالدة اللي قلتها عبر الأجيال، للدنيا 7 عجائب وللهيموجلوبين من صناعة الخالق 4 عجائب. نبتدي الإعجوبة الأولى وهي الكيرف، ان ربنا لم يحقق ابتهالنا فقط انها تشيل عند اللنج وتسيب عند التيشو، ولكن باكثر مما نتصور. فتعالى نشوف الكيرف يا اولاد، اهو ده الكيرف، او هم اكشولي كيرفز، اوكسجين ديشيشن كيرفز. كيرف للهيموجلوبين اللي هو شكله زي حرف الاس اس شيب، كيرف تاني هنقوله بعد شويه نساه دلوقتي خالص، بتاع الميوجلوبين. طيب انا علمتكم يا اولاد ان في اي كيرف لازم تقول لي هتمثل ايه في مواجهه ايه. يعني اوعى في حياتك تبتدي في شرح كيرف من غير ما تقول هتحط ايه على الراسي وهتحط ايه على الافقي. خلاص، فعلى الراسي هنحط البرسنتج ساتوريشن اوف هيموجلوبين از اوكسجين اللي احنا عارفينها، اللي هي كونتنت على كاباسيتي في 100. الساتوريشن هو الكونتنت على الكاباسيتي في 100، هنحط البرسنتج ساتوريشن. وعلى الافقي هنحط ضغط الاوكسجين، اوكسجين بريشر او اوكسجين تنشن. تمام، يبقى سهله كده يا اولاد. يبقى الهيموجلوبين البرسنتج ساتوريشن اوف هيموجلوبين بتاع الراسي اسبلوتد اجينست الاوكسجين تنشن على الافقي. ما عليناش بس بحب احكيها، هما ازاي بيعملوا الكيرف ده؟ هما عندهم جهاز في المعمل مالكش دعوه بيه اسمه تونوميتر، بيحطوا فيه فيو سي سيز وبلاد زي الازازه كده، حطوا فيه فيو سي سيز وبلاد ويعرضوها لضغط معين من الاوكسجين لتنشن معين، وبعدين يحسبوا يشوفوا الهيموجلوبين فيه قد ايه كونتنت
وهو يقدر يشيل قد ايه لما يكملي خالص كاباسيتي، يقسمه الكونتنت على الكاباسيتي في 100، يطلع الساتوريشن عند هذا التنشن. يعني احنا الكيرف ده لينا بس عشان ننبسط. بيعملوه ازاي؟ انا قلت لك بجهاز يا اولاد اسمه تونوميتر اهو، حتى ارسمه لكم انما ما حدش يسالك فيه. جهاز سهل جدا اهو، زي الازازه كده، وبنحط فيه فيو سي سيز بلاد ونعرضها لضغط معين من الاكسجين اهو. ده شكل الجهاز لو عايز تشوفه، بس ادي كده فيو سي سيز بلاد تعرضها لضغط معين من الاكسجين، وتحسب عند هذا الضغط الهيموجلوبين بيحتوي قد ايه الكونتنت، وهو الكاباسيتي كان يقدر يشيل قد ايه، تقسم الكونتنت على الكاباسيتي، يبقى ده البرسنتج ساتوريشن. كلام جميل. تعال نشوف كلام حلو خالص. انا احتجت واحب النظام قوي. هناخد اول نقطتين عند اللنج وتاني نقطتين عند التيشو، يعني المنحنى فيه اربع نقط فقط. تمام. ابتدي عند اللنج. انا عاوزك كنت باصص للمنحنى ده، الارقام اللي انت شايفها دي يا اولاد مش قصادك في 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 الرسمه، الارقام دي تحدث الان. حضرتك وحضرتك والعبد الله عند السي ليفل بيبقى ضغط الاكسجين في الارتيريال بلاد والالفيولاي 100 ملليمتر مركري، وما تقوليش ان في فرق خمسه، دي ما تهمناش دلوقتي 105 او 100 اللي قلناها في المحاضره السابقه. ضغط الاكسجين في الالفيولاي اللي هو زي الارتيريال اكوليبريتيف معلقة 100 ملليمتر مركري. يبقى انا وانت متعرضين لضغط 100، فحطينا ضغط الاكشن في التونوميتر 100 وحسبنا الساتوريشن اللي هو كونتنت على كباسيتي 100. طلع اللي ابتهلنا بيه ربنا اكثر مما طلبنا، ان عند ضغط 100 يعني حضرتك وحضرتك وانا واحنا قاعدين دلوقتي ضغط الاكشن ده رقم حقيقي، كل البلاد اللي على سي ليفل على سطح البحر ضغط الاكشن في الالفيولاي والارتيريال بلاد بتاع الناس 100، الهيموجلوبين بيبقى كام في المية ساتوريتد اهي اللي مشاور عليها 97% ساتوريتد، يعني نيرلي فولي ساتوريتد. ثانك جاد ثانك جاد. يبقى كلنا دلوقتي كلنا الهيموجلوبين معرض لضغط 100 عند السي ليفل، الهيموجلوبين بيسيب الرئه وهو نيرلي فولي ساتوريتد 97% ساتوريتد. ده اللي ابتهلنا بيه الى خالقنا، يا رب يا رب عند اللنج يبقى ساتوريتد، لكن لم نتصور انه هيبقى ساتوريتد اولموست 97%. تعالى بقى ما لم نبتهل به واعطانا اياه الخالق. طب افرض واحد طلع فوق جبل عالي في بلد زي اثيوبيا او مكسيكو سيتي فوق سطح البحر بكتير، يبقى ضغط الاكسجين هيبقى ايه؟ هيقل، يبقى 60، يعني قل 40. يا خبر ابيض. مخي يقول لي ادام الضغط قل من 100 ل 60 يبقى نسبة التشبع هي كمان هتقل 40% من 100 ل 60 40، يبقى تقل 40. طب ليه نروح بعيد؟ سألنا التونوميتر، جبنا التونوميتر وحطينا الدم وعرضناه لضغط 60. ده زي مين؟ زي الناس اللي موجودة في الهاي التيتيود يا أولاد، الناس اللي هي في الهاي التيتيود. تصور طلع الساتوريشن كام؟ طلع الساتوريشن 90%، يعني ستيل نيرلي فولي ساتوريتد. يبقى برغم ان ضغط الاكسجين انهار من 100 الى 60 زي في الهاي التيتيود، ضغط الاكسجين ما قلش، نسبه التشبع لهيموجلوبين ما قلتش غير حاجه تافهه من 97 الى 90. يبقى تعالى نشوف ايه اللي عمله لنا ربنا. احنا قلنا يا رب عاوزين عند اللنج عند الهاي تنشن عند 100 يبقى نيرلي فولي ساتوريتد. هو نيرلي فولي ساتوريتد 97%، ما ابتهلنا به تم تحقيقه. لكن ربنا عمل لنا اكتر من اللي قلناه، ان حتى لو الانسان طلع في الهاي التيتيود وانخفض ضغط الاكسجين من 100 الى 60، ما زال الهيموجلوبين نيرلي فولي ساتوريتد، ما فرقتش 97 من 90. طب ما هو التفسير الهندسي لهذه الظاهره يا اولاد؟ ان ربنا خلى الاكسجين ديشيشن كيرف عند اللنج يمشي هوريزونتال اهو،
يعني ايه ماشي هوريزونتال؟ يعني مهما انخفض التنشن من 100 ل 60 ادام ماشي هوريزونتال يبقى الساتوريشن هيقعد عالي. تابعني بالليزر. يبقى ربنا خلى الكيرف عند اللانج هوريزونتال، مهما انخفض التنشن زي في الهاي التيتيود الساتوريشن هيقعد عالي 90%. طب التفسير العلمي لهذه الظاهره ده الهندسي ان هو ماشي هوريزونتال، ان ربنا يا اولاد، ربنا يا اولاد خلق الهيموجلوبين عند الهاي اوكشن تنشن اللي عند اللانج. اللانج عموما التنشن عندها هاي مقارنه بالتيشو. عند الهاي اوكشن تنشن الهيموجلوبين عنده هاي افينيتي فور اوكشن، عند الهاي تنشن في هاي افينيتي. وحفظها الاجيال وكل حاجه عندي طريقه سهله ويل نيفر فورجيت ات. بماذا يتميز الاوكسجين ديشيشن كيرف عند اللانج؟ 3 اتش، انه ماشي هوريزونتال، وده معناه ان عند الهاي تنشن عنده هاي افينيتي، عند الهاي تنشن في هاي افينيتي. تمام، دونت نيفر فورجيت. يبقى ده الاوكسجين ديشيشن كيرف عند اللانج. حفظنا نقطتين، النقطة الطبيعية اللي حضرتك وحضرتك واحنا عايشينها كلنا دلوقتي عند السي ليفل 100، نسبة تشبع 97. ما لم نبتهل به حتى لو طلعنا فوق جبل عالي وانخفض التنشن من 160 ما زال الساتوريشن عالي جدا، انخفض شيء تافه من 97 الى 90. التفسير الهندسي ان الكيرف ربنا ماشيه هوريزونتال. طب العلمي ان عند الهاي تنشنز في هاي افينيتي، فمهما انخفض التنشن من 160 بسبب الهاي افينيتي ما زال بيشيل 90%، وهو ما لم نبتهل به. طالب ذكي قال لي انا متوقع انت هتقول ايه عند التيشو. قلت له بعد اتفرج، احنا ابتهلنا لربنا ان عند التيشو يسيب الريستنج تيشو ضغط الاوكسجين في الريستنج تيشو. اهي يا اولاد، في الريستنج تيشو بيبقى 40، صح؟ تعال نشوف في التونوميتر، جبنا البلاد وعرضناه لتنشن 40 اللي هو الريستنج تيشو، لقينا الساتوريشن كام يا اولاد؟ 70%. طيب حلل لي هذه الارقام. يعني during rest البلاد جالنا من النورمالي في الناس اللي على السي ليفل في 97%، رجع في 70% اللي هو الريستنج اوكسجين اللي هو 40، جه في 97 رجع في 70. حضرتك خرجت من بيتك معاك 97 جنيه رجعت معاك 70، يبقى سبت كام في المحلات؟ سبت 27. يبقى الكوفيشنت اوف اوكسجين يوتيلايزيشن معامل استخدام الاوكسجين ديورينج ريست 27%، اللي هو الفرق بين 97 و70. يبقى ديورينج ريست الانسجه بتستخدم 27%، لو جاب لك 1 كوارتر حلوه برضو. طب هتقولي طب والباقي ده ليه؟ من غير ما اقول لك ده بره موضوعنا، ريزيرف هتفهم دلوقتي احتياطي. الانسجه ديورينج ريست بتاخد الربع بس، من 97 ل 70 بالظبط 27 تقريبا الربع، تحسبها صح في الام اس كيو. طيب ده اللي احنا ابتهلنا بيه ربنا، ان عند التيشو يسيب لما التنشن ينخفض يبقى له ل 40 يسيب، هو ساب لنا 27%، ما لم نبتهل به. تعال اتفرج، ان افرض ان انا يا اولاد عملت زودت الاكتيفيتي بتاعتي فانخفض التنشن من 40 ل 20، انخفض 20 بس، من 40 ل 20 بسبب ان استهلكت اوكسجين، انخفض ضغط الاوكسجين من 40 ل 20. تعال نشوف الساتوريشن لما نسال الترومتر انخفاض التنشن من 40 ل 20 هيخفض الساتوريشن كام. نبص نلاقي ان عند 20 الساتوريشن بقى 20. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بدل ما انا خدت 27 بس، اقل انخفاض في التنشن عند التيشو من 40 ل 20، خفض الساتوريشن من 70 الى 20. يعني خدت الاول 27 وبعد كده خدت ان اكسترا 50%. في بعض الكتبكم هتلاقوها مكتوبه 30، مش فارقه دي 30، يبقى خدت ال 70 من 30 يبقى 40، 70 من 20 يبقى 50. ما تركزش قوي الاعداد زي ما هي موجوده عندك في الجامعه. يبقى احنا قلنا يا رب عند الانسجه خليه يسيب، فربنا حقق ابتهالنا وساب لنا الربع 27% بالظبط.
لكن الذي لم نبتهل به ان مع اقل اكتيفيتي، مع اقل انخفاض في الاكسجين تنشن من 40 ل 20 بيدينا اكسترا 50%، يبقى الاول 27% وبعدين يدينا كمان 50% لو عملت اي مجهود هيديك 50%. التفسير الهندسي لهذه الظاهره الطلبه الاذكياء بقى ان الكيرف عند التيشو ما هوش ماشي هوريزونتال، انما ماشي ستيب او فيرتيكال، ماشي راسيا اهو ستيب منحدر. طب التفسير العلمي ايه اهميه هذا الانحدار؟ ان مهما انخفض التنشن انخفاض طفيف عند التيشو هيسيب كميه كبيره اهو. شوف اي انخفاض طفيف هيسيب لك كميه كبيره. يبقى عند اللو تنشنز في لو افينيتي، عند اللو تنشنز في لو افينيتي. يبقى لخص الكيرف يا اولاد ان عند اللانج، عند الهاي تنشن في هاي افينيتي، فالكيرف ماشي هوريزونتال 3 اتش. عند اللانج التنشن عموما يعتبر هاي مقارنه بالتيشو، عند الهاي تنشن في هاي افينيتي فالكيرف هوريزونتال، عند اللو تنشنز في لو افينيتي فالكيرف ماشي ستيب. الهوريزونتال بارت في الكيرف ده عند اللانجز والستيب بارت عند تيشو خلى شكل الكيرف ده، بص معايا هم اعتبروه كده اس شيب، وتحفظها صم ده اوكسجين ديشيشن كيرفز فور هيموجلوبين، بيبقى شكلها اس شيب. انا بقولها بطريقه لطيفه عشان مش هتنسوها مع حياتكم يا اولاد. ان ال يعني فين العجوبه هنا؟ ان الهيموجلوبين ماده بتغير الافينيتي، الافينيتي دي اللي هي القابليه. انا بحب شيء معين او ما احبوش، يا احبه يا ما احبوش. انا مفيش حاجه اسمها في الحياه احب حاجه في وقت معين وما احبهاش في وقت تاني. اهي دي اول عجوبه من اعجيب الاربعه بتاعت الهيموجلوبين، واهم عجوبه واكتر واحده بتاخد وقت، ان الهيموجلوبين بيتشينج الافينيتي للاكسجين مع تغير التنشن. ايه العظمه دي؟ المفروض انا يا احبك يا ما احبكش، اكله معينه احبها يا ما احبهاش، مفيش حاجه اسمها احبها شويه وما احبهاش شويه. العظمه الالهيه في خلق الهيموجلوبين، ان ربنا خلى الهيموجلوبين عند الهاي تنشن عنده هاي افينيتي تو انشور ساتوريشن. الهيموجلوبين عند الهاي تنشن عند اللانج بيحب الاكسجين عشان يضمن الساتوريشن، بينما ادى لو تنشن عند التيشو عنده لو افينيتي بيكره الاكسجين تو انشور ديسوشيشن. بقولها بلغه الاغاني مش هتنسوها. بتخيل هيموجلوبين بيقول للاكسجين عند اللانج مش هتنازل عنك ابدا مهما الاكسجين تنشن يقل، مش زي ما انتوا بتقولوها مش مهما يكون. الهيموجلوبين بيقول للاكسجين مش هتنازل عنك ابدا مهما الاكسجين تنشن يقل، حتى لو طلعنا في هاي التيتيود هقعد ماسك بس 90 بدل 97. اللي كان بيقول له بحبك جدا ومش هتنازل عنك مهما انخفض التنشن زي في الهاي التيتيود، جه عند التيشو باقل انخفاض في التنشن من 40 ل 20 تنازل عن النص اللي عنده، قال له حرمت احبك، حرمت احبك. ده اولاد كانت اهم الاعاجيب لهذه الماده الهيموجلوبين اللي بتشيل اوكسجين. سبحان الله، ابتهلنا ربنا انها تبقى ساتوريتد عند اللانج 97% واحنا قاعدين دلوقتي انت وانا عند الضغط 197، حتى لو طلعنا فوق جبل عالي وانخفض التنشن من 100 الى 60 ما زال ساتوريشن 90%. مش هتنزل ليه؟ عند الهاي تنشن عند اللانج في هاي افينيتي وعشان كده ماشي هوريزونتال. العكس في تيشو، احنا قلنا له يا رب عند التيشو سي، فعند الريستنج تيشو الضغط 40 ادانا 27%، عملت شويه اكسرسايز وانخفض تنشن من 40 ل 20 اداني كمان 50%، يبقى بدل 70 بقى في 20. يبقى ليه؟ لان عند اللو تنشن في لو افينيتي الكير ماشي ستيب، قال له حرمت احبك. كانت هذه هي يا اولاد العجوبه الاولى في الاكسشن كيرف، ودي اكتر واحده بتاخد وقت، فاقولها مره اخرى واحد من اهم الكيرفات عندنا الاكسنديشن كيرفز يا اولاد، لان هم مش كيرف واحد، مجموعه كيرفات. كاي كيرف هتقول لي هتمثل ايه اجينست ايه؟ نلخص، هامثل البرسنتج ساتوريشن اجينست الاكسجين تنشن، تمام؟ طيب هتاخد كام نقطه؟
نقطتان عند الرئة ونأخذ نحن نقطتين عند التيشوز. تمام؟ نبتدي الأول بنبتدي اللون الأصفر دي اللي أنا وأنت عايشينها دلوقتي. حضرتك وأنا عندي سي ليفل الضغط 100. يا أخي ما تحبش تسأل روحك الهيموجلوبين بيسيب الرئة بتاعتك كام في المية ساتوريتد عند هذا الضغط؟ أديك عرفت الإجابة، 97%، يعني نيرلي فولي ساتوريتد. هذا ما ابتهلت به. طب افرض طلعت فوق جبل عالي وانخفض التنشن من 100 لـ60، ما تخافش، ما زال الساتوريشن نيرلي فولي ساتوريتد 90. التفسير الهندسي ان الكيرف ماشي هوريزونتال، يعني مهما انخفض التنشن الساتوريشن عالي. والتفسير العلمي ان عند الهاي تنشنز في هاي افينيتي. وعمر الطلبه مارسيو الثلاثة اتش اللي علمتها لهم عند اللانج، عند اللانج الكيرف هوريزونتال، هاي تنشن هاي افينيتي، مش هتنازل عنك ابدا مهما الاوكشن تنشن يقل. واستنتج الطالب العكس عند التيشو، عند ديورينج ريستنج تيشو، انت قاعد بتسمعني ريستنج، التنشن في التيشو 40، ربنا بيديك 27% بينخفض من 97 لـ70، خدت 27%. تمام؟ طب لو انخفض، عملت شويه اكتيفيتي وانخفض من 40 لـ20، تاخد ان اكسترا 40 حسب بعض الجامعات اور 50%، ينخفض من 70 لـ40، 70 لـ30 يعني 40 أو 70 لـ20 يعني 50%. وانت فهمت ليه؟ لان هندسيا الكيرف ماشي ستيب، عند اللو تنشنز في لو افينيتي، اعكس اللي عند اللانج، عند اللو تنشن في لو افينيتي، باقل انخفاض في التنشن بيسيب كميات كبيره. حرام تحبك. كانت هذه هي العبوبه الاولى، ان الكيرف عنده هوريزونتال بارت وستيب بارت، ده خلى شكل الكيرف اس شيب. طيب نيجي للعبوبه الثانيه من الاعاجيب بتاعت الهيموجلوبين. العجوبة الثانية كل الناس يشرحوها يقول لك هنشرح الفاكتورز. انا بقولش كده، انا بقول انا هشرح العجوبة الثانية. فيقول لك ايه بقى، تعالى نتفرج على الفاكتورز، دي بتاخد وقت اقل كثيرا. برضو انا مش هشرحها بالطريقة المألوفة، ان انا اقول لك الفاكتور التي تؤثر في الاوكسجين ديشيشن كير 1 2 3 4. تعال نبتهل إلى خالقنا مرة أخرى، وراء الخلق خالق. الشرح اللي خلى عبد الله يختلف تماما عن بقية الناس في الشرح، هم أحسن مني في كل حاجة. During activity، لو التشو وحضرتك زودت النشاط، هتبتهل ربنا تقول له يا رب خلي الهيموجلوبين الافينيتي بتاعته الاوكشن، قابليته الاوكشن تزيد ولا تقل، يديني ولا ما يدينيش؟ لو انا زودت الاكتيفيتي، زودت الاكتيفيتي، المفروض هذا الهيموجلوبين يديني اكتر ولا يديني اقل؟ الطالب قال لي يديك اكتر لما تزود الاكتيفيتي. هنبتهل ربنا يا رب لما نزود الاكتيفيتي خلي الهيموجلوبين يدينا، خلي الهيموجلوبين يسيب الاوكشن، يبقى انلودنج في التعبير العلمي، انلودنج يعني ساب الحموله، انلودنج. خلي الهيموجلوبين ما يحبش الاوكشن، يسيب لنا الاوكشن، يبقى ديكريز ذا افينيتي. طب في هاتين الحالتين لما 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 الهيموجلوبين يشيل اقل يا اولاد، خلاص اهي تعال نشوف، لما الهيموجلوبين يشيل اقل اللي هو الكيرف ده الدوت الاسود ده، لما يشيل اقل يبقى انلودنج، اهي انلودنج ديكريز ذا افينيتي، يبقى الكيرف شيفتد ناحيه انهي ايد؟ شوف انت كده، دي الناحيه اليمين، يبقى الكيرف شيفتد تو ذا رايت. يبقى دي الفاكتورز بتجيلنا في الامتحان بثلاث طرق، اللي بتعمل انلودنج تخلي الهيموجلوبين يسيب، تقلل الافينيتي بتاعته الاوكشن فيسيب الاوكشن للانسجه، تشيفت الكيرف تو ذا رايت. طيب بدا انا بقى ما قلتها بالعكس يا اولاد، هو ايه بقى الفاكتورز دي؟ ما مفكرها بالعكس يا اولاد، هو انا شوف الروعه، ربنا لو دي طبيعه كانت تختار اي فاكتور، لكن ربنا اختارهم بعنايه شديده. انا لما بزود الاكتيفيتي يا اولاد بيحصل عندي اربع حاجات. بيزيد الكربون دايكسايد برودكشن اللي هو البريشر اوف كربون دايكسايد. الميتابوليزم ما بيطلعش غير اسيد، فيزيد الهيدروجين اين كونسنتريشن. لما بعمل مجهود حرارتي بتزيد، تزيد التمبريتشر. لما بعمل مجهود بكسر الجلوكوز في الاول قلناها في المصل بمعزل عن الاوكشن،
يسموها جلايكوليسيس، ما تلخبطهاش، مش جلايكوجينوليسيس. جلايكوجينوليسيس اكسر الجلايكوجين الجلوكوز، انما تحطيم الجلوكوز بمعدل عن اوكسجين ما فيهاش ان جلايكوليسيس نوت جلايكوجينوليسيس. ودي ينتج عنها ماده اسمها 2-3-diphosphoglycerate 2-3 دي بي جي، او يختصروها دي بي جي. يعني العوامل دي هي اللي بتحصل مع الاكتيفيتي. لو انا زودت الاكتيفيتي هيزيد السي او 2 برودكشن، هيزيد الميتابوليزم، فهيزيد الهيدروجين اين كونسنتريشن، اسخن، يزيد التمبريتشر، مش اي فاكتورز. اكسر جلوكوز بمعزل عن الاوكسجين فينتج جلايكوليسيس يطلع 2-3 دي بي جي. شوف العظمه الالهيه، يا رب يا رب لما نعمل اكتيفيتي خلي الهيموجلوبين يدينا اوكسجين اكتر. اسمع دي كويس قوي، فربنا خلى كل فاكتور في الاربعه على حده، فما ادراك بالاربعه مجتمعين. زياده البريشر اوف كاربون دايكسايد لوحدها، زياده الهيدروجين اين اللي بتحصل مع اكتيفيتي، زياده التمبريتشر، تكسير الجلوكوز اللي بينتج عنده دي بي جي، كل واحده لوحدها تغير الكونفيجريشن شيب بتاع الهيموجلوبين تخليه يسيب مور اوكسجين. انلودنج ديكريز افينيتي، فالكيرف يبقى شيفتد تو ذا رايت. يبقى أنا بقول الأعجوبة الثانية بطريقتي، أزيف ده هيموجلوبين is fully computerized، متركب في كمبيوتر بيحسب الأكتيفيتي، وعلى حسب الأكتيفيتي يديك اللي أنت عاوزه. كل ما الأكتيفيتي زادت أكتر وأكتر CO2 production يزيد، يطلع أسيدز كتيرة، أسخن أكتر، يكسر جلوكوز أكتر، يطلع دي بي جي، يغير اكتر من شكل الهيموجلوبين يخليه يسيب اوكسجين اكتر. ايه العظمه دي؟ دي مش فاكتورز، دي عجوبه. ان الاكتيفيتي برباعيتها وكل فاكتور في الاربعه بتغير شكل الهيموجلوبين تخليه يسيب اوكسجين اكتر، واقواهم الدي بي جي اذا عاوز تعرف. طالب قال لي خلاص انا استنتجت الثانيه، انت هتقول ان لو انا ريسك، لو انا مرتاح يبقى نايم، يبقى لو انا سليب عاوز اكشن قليل. طب ما انا دورينج سليب ايه اللي بيحصل؟ يبقى عاوز اكشن قليل، يبقى الهيموجلوبين ديني قليل لان انا نايم مفيش اكتيفيتي، يبقى الهيموجلوبين يحتفظ بالاكشن بتاعه ما يدهنيش، يبقى سموها لودينج. لودينج يعني محمل عكس انلودينج. يبقى انكريز ذا افينيتي، يقعد ماسك الاكشن مش هيدهوني. وفي هذه الحاله الكيرف يبقى تو ذا ليفت، بيحتوي اكتر اهو، شيفت تو ذا ليفت. خلاص يبقى لو انا during rest مش عاوز اوكسجين، فالهيموجلوبين يحمل اوكسجين اكثر اهو، loading shift to the left او increase the affinity. للاذكياء فقط بقى وانت بترسم الكيرف لاحظ ان shift to the left or right اكثر عند التيشو مش عند اللانك. الاكتيفيتي بص الشيفت هنا قليله جدا، انما عند التيشو الكيرف متباعده جدا. ده للطلبه الاوائل، لان الاكتيفيتي ده موضوع يعني طالع من التيشو ويؤثر في التيشو اول ما يؤثر، وهو شيء غريب وعجيب وجميل. طب تعال نشوف ايه اللي بيحصل دورينج ريست. ايه اللي بيحصل دورينج ريست يا ولاد؟ دورينج ريست اهي، تعال اتفرج معايا نعدلها اكتر. During rest ال PCO2 بيقل، ما بنتجش CO2 كتير، ما الميتابوليزم قال لي يقل الهيدروجين اين، ما بسخنش، التمبريتشر في هذه الحالة أنا آسف تقل، ال دي بي جي قل. معلش هنخلي رأس السهم لتحت، الورق أصله بكتبه في العجالة ساعات، بس يعني بنصلح مع بعض أي حاجة بنشوفها، ده بالعكس أحسن، يبقى كلنا مصحصحين. أنا ما قصدتش، مش هضحك عليكم إن أنا قصدت، هي بتيجي كده لكن للصالح اهو. يبقى انا during rest يا اولاد وانا نايم CO2 production اقل، الهيدروجين اين اقل، ميتابوليزم اقل، ما بسخنش، temperature اقل، الجلوكوز ما بيتكسرش، دي بي جي تقل. فربنا خلى العامل دي تخلي ما تغيرش شكل الهيموجلوبين، يبقى الهيموجلوبين يقعد عنده هاي افينيتي، لودينج محمل بالاكسجين او شيفت تو ذا ليفت. ولاحظ اللودينج مع الليفت، ال مع ال، loading shift to the left. دي اللي كتبها الزملاء الفاكتورز افكتنج الاوكسجين كيرف، وكانت في مفهوم العبد الله الثانيه. وتعالى اوريها لك كما اراها انا، معلش اعتبرها معلومات عامه.
انا بشرح على بورد في محاضره ايدي دي جنبي ريستنج وايدي دي اكتف. شوف العظمه اللي هي هتفهمها دلوقتي. يبقى الايد دي اكتف والايد دي ريستنج. الهيموجلوبين خرج من الرئه لكليهما محمل ب 97%. شوف العظمه، في متركب في كمبيوتر. الايد اللي شغاله عماله تكتب، بيزيد فيها السي او 2 برودكشن، بيزيد فيها الميتابوليزم الهيدروجين اين، بتسخن التمبرتشر، بتكسر جلوكوز دي بي جي يزيد. فالهيموجلوبين راح للايد دي، الاربع حاجات دي تغير شكل الهيموجلوبين، تخليه تقلل افينيتي انلودنج شيفت تو ذا رايت. بينما نفس الهيموجلوبين في 97 لما راح للايد اللي هي ريستنج ما بكتبش بيها، يبقى السي او 2 برودكشن فيها قليل، الهيدروجين اين قليل، التمبرتشر بتاعتها اقل، ما بتكسرش جلوكوز دي بي جي اقل، الهيموجلوبين احتفظ بالاكسجين لودنج محمل بالاكسجين. انكريز افينيتي، قابليته زي ما هي قويه. شفته ده لفت، ايه العظمه دي؟ اضيف ذا هيموجلوبين، دي الاعجوبه الثانيه، اس كومبيوترايزد، بيحسب احتياج الانسجه، مش فاكتورز يا اولاد، كومبيوترايزد. النسيج الاكتيف يديله انلودنج، ديكريز ذا افينيتي، شفته ذا رايت. النسيج الريستنج ما يدلوش، انكريز ذا افينيتي لودنج محمد، شفته ذا لفت. ده الفاكتورز افكتنج الاكسجين ديشيشن كيرف بطريقه عبده. كانت هذه في نظري انا هي العجوبه الثانيه في خلق الخلق. العجوبه الاولى كانت الهيموجلوبين عشان ما تسرحش ماده بتغير الافينيتي عند اللنج، عند الهاي تنشن مش هتنازل عنها، عندها هاي افينيتي، عند التيشو عند اللو افينيتي، عندها عند اللو تنشن لو افينيتي. ثاني عجوبه، عجوبه الفاكتورز. ونزود حاجه ثاني او حاجتين صغيرين. الاول نقول لقوا بقى ان الاسئله في الام اس كيو الشيفت تو ذا رايت وليفت، الانلودنج واللودنج، انكريز ذا افينيتي وديكريز ذا افينيتي، وحفظتها الاجابه بطريقه سهله. بص بقى عشان انت في فهم وفي حفظ. كل الزيادات تقلل افينيتي، لما التيشو اكتيفيتي تزيد ده يقلل افينيتي اوف هيموجلوبين اوكسجين، يعني يرمي الاوكسجين انلودنج، يبقى شيفت تو ذا رايت. كل النواقص تزود الافينتي، يعني يبقى لودنج شيفت ذا ليفت. فاوعى تنساها، بيبقى الكونتراست التعاكس يخليك فاكرها. الزيادات، الزيادات لما الاكتيفيتي زادت يبقى لازم يسيب الاوكسجين، ديكريز ذا افينتي، يبقى ان لودنج يبقى شيفت ذا رايت. النواقص بالعكس تبقى ما يسيبش الاوكسجين، انكريز ذا افينتي يبقى لودد، يبقى لودنج، ولودنج هي اللي شيفت ذا ليفت. قلنا ال ال مع ال ال دي طريقه حلوه هي في الحفظ، ده مش عاوز تحفظ، انا عاوز تفهم. لقوا ان الطلبه في العالم كله بيجاوبوها بطريقه حلوه، فابتدعوا طريقه رابعه. يعني السؤال بيجي شيفت تو ذا رايت اور ليفت، هو هو لودنج وان لودنج، هو هو انكريزد اور ديكريزد افينيتي. فغيروها النهارده وجابوا صيغه رابعه اسمها البي 50. تعال نشوف ده الصيغه اللي بتيجي في الامتحان. ايه البي 50 بقى؟ يعني الهيموجلوبين لما يبقى 50% ساتوريتد بيبقى البريشر اوف اوكسجين لازم يبقى كام؟ نورمالي لازم يبقى 27 مليمتر مركوري. ده معنى كلمه بي 50. يعني هيموجلوبين 50% ساتوريتد البريشر بيبقى كام؟ البريشر ات ويتش، نقولها بقى ديفينيشن، البي 50 هي البريشر of oxygen at which the hemoglobin is 50% saturated. تاني، the pressure of oxygen, oxygen tension at which the hemoglobin is 50% saturated. Normally في الكيرف الطبيعي 27، تحفظ الرقم ده صم. اللي ما يعرفوش عدد من زملاء الأصغر سنا أنا أقولها لهم، ليه اختاروا الهيموجلوبين 50% saturated مشبع في النص؟ الإجابة للزملاء مش ليكوا يا أولاد. أصل دي نقطة فيصل بين الحياة والموت. You cannot keep living بهيموجلوبين أقل من 50% saturated. يعني لو طلع الهيموجلوبين من الرئة معاه أقل من 50% فيه أوكسجين، بس أقل من 50% مشبع تموت. لازم يطلع من الرئة عشان لما تطلع في altitude طبعا هيقعد يقل يقل يقل. أقل saturation للأوكسجين عند اللنج عشان تعيش 50. عشان كده دي أهمية كلمة P50. The pressure of oxygen at which the hemoglobin is 50% saturated. 27. طيب
لو انا الكيرف شيفت تو ذا رايت، بص هنا يعني الهيموجلوبين مش عاوز يمسك الاوكسجين، ديكريز ذا افينيتي انلودنج، يبقى عشان تمسكه 50% لازم تزود البريشر، يبقى البي 50 تزيد. بالعكس لو الهيموجلوبين عنده الافينيتي زايده، الكيرف شيفت تو ذا ليفت لودنج، هو عاوز يمسك الهيموجلوبين، فبالبريشر اقل من 27 هيبقى مشبع 50%. طب السؤال بقى في الام اس كيو، يبقى البي 50 يا اولاد، البي 50 عكس الافينيتي، وهي حاجه منطقيه، الهيموجلوبين مش عاوز يمسك، ديكريز ذا افينيتي، يبقى عشان تمسكه 50% اهو، عشان ده الكيرف اهو اللي هو ديكريز ذا افينيتي اللي هو شيفت تو ذا رايت، عشان تمسكه 50% لازم التنشن يبقى اكتر من 27. بالعكس هو عنده هاي افينيتي اللي هو لودنج اللي هو شيفت تو ذا ليفت، هو عاوز يمسك، يبقى ممكن تمسكه 50% بتنشن اقل من 27، يبقى البي 50 تقل. يبقى البي 50 الصيغه الرابعه للفاكتورز عكس الافينيتي، زياده الافينيتي تقلل البي 50، ممكن مش عاوز بريشر عالي عشان يشيل 50% لانه عنده هاي افينيتي حتى بالعقل، انما نقص الافينيتي مش عاوز يمسك، يبقى عشان تمسكه غصب عن عينه 50% لازم البريشر يزيد عن 27. دي الصيغه الرابعه. يبقى سؤال الفاكتورز يا اولاد، وانا حافظ الاسئله الام اس كيو وورد وايد، بيجي باربع طرق. شيفت تو ذا رايت هي انلودنج سيب، هي ديكريزد افينيتي، ودي هي نمره 4 زياده البي 50، بينما شيفت تو ذا ليفت لودنج محمل، يبقى ليه محمل؟ لان عنده انكريزد افينيتي، في الحالة دي مش محتاج ضغط عالي عشان يشيل 50% لانه عنده انكيزة في دي، تنقص البي 50، يبقى البي 50 عكس الافينيتي، عاملهم لك باللون الاصفر، وكلام منطقي كله. طيب ناخد في فاكتور بقى بيجي ريزل، يقول لك الكربون مونوكسايد، اسئله بقى في الام اس كيو مهمه قوي، احنا فاضلنا عقبتين ما بياخدوش وكل واحده دقيقتين عشان تبقى عارف. كربون مونوكسايد بويزنينج، التسمم بغاز اول اكسيد الكربون، فقره المعلومات العامه. اما يسالك في كيف تربح المليون، ما هو اكثر غاز يتسبب في الوفيات في العالم؟ كربون مونوكسيد، غاز اول اكسيد الكربون. Today it causes more deaths than any other gas all over the world. كربون مونوكسيد. اللي هو اكثر منتج ليه مين يا اولاد في فقره المعلومات العامه؟ المفلرز، الشكمانات بتاعت العربيات دي اكتر منتج ليها، خلاص الشكمان بتاع العربيه. طيب وبينتج طبعا في الحرائق. ايه عيب الكربون مونوكسيد؟ ثلاث عيوب، تعال اتفرج. اولا الهيموجلوبين اللي اتحد مع الكربون مونوكسيد لم يعد قادر على التحب الاكسجين، يبقى الهيموجلوبين يا يشيل اكسجين يا يشيل كربون مونوكسيد، ده اول عيب، يبقى اللي اتحد بكربون مونوكسيد ما شالش اكسجين. العيب الثاني ان لو في كربون مونوكسيد واكسجين في الجو، قد ايه هيتحد مع الكربون مونوكسيد وقد ايه هيتحد مع الاكسجين؟ دي بقى اللي هي مذهله، قابليه الهيموجلوبين للالتحاب بالكربون مونوكسيد الوحش 200 ل 210 مره قابليته للالتحاب بالاكسجين. يعني معناها لو افهم، مهما كان الكربون دايكسايد كميته قليله في الجو، كميته قليله بسبب ان الهيموجلوبين بيحبه جدا، هيتحد مع كميات كبيره من الهيموجلوبين، خلاص. طب لسه العيب الثالث والاخير، حتى الكميه الصغيره من الاكسجين المتحد من الهيموجلوبين المتحده مع الاكسجين، يعني في بستيل في كميه صغيره من الهيموجلوبين ماسكه في الاكسجين، ما سابهاش في حالها، ده منه ولا كفايه شره. يعني الهيموجلوبين اللي اتحد بالكربون مونوكسيد مش هيتحد بالاكسجين، كربون مونوكسيد قابليه الهيموجلوبين ليه 210 قد الاكسجين، طب زي بعضه يا عم، بس لسه في شويه صغيره بقى ماسكه مع الاكسجين، ما سابهاش في حالها، زود الافينيتي بتاعتها للاكسجين، ودي مش ميزه، لما يزود الافينيتي في هيموجلوبين للاكسجين ما يسيبوش عند الانسجه، يبقى شيفت ذا ليفت. يبقى الكربون مونوكسيد بويزنج واحد من اهم الاسئله، بيشيفت الكيرف تو ذا ليفت. هنا عندي نقطتين يا اولاد، نقطة بتتسألوها ونقطة ما بتتسألوهاش للمعلومات العامة.
طالب سألني انت عملت كل شرحك في الدنيا عبارة عن وراء الخلق خالق، وممكن الملحدون يمسكوني هنا، مش ربنا اللي خلق كل حاجة؟ ايوه طبعا. طب ليه ربنا خلى قابلية الهيموجلوبين اللي المادة الوحشة الوحشة الكربون مونوكسايد 210 قابليتها للأوكسجين المادة الحلوة؟ فكرت فيها هذه الإجابة يا أولاد، مذهلة. لما ناس بتموت في الحرائق ويطلع الجسد بتاعها متفحم، فالناس تقول يا خبر أبيض، ده الناس دي كانت في عذاب أليم، لا يعني اتحرقوا لحد ما تفحموا. يا خبر، من رحمة ربنا اللي هو رحمن ورحيم ان الناس دي ما حسيتش حاجه خالص. ليه؟ لان في اثناء الحرائق مع اول انبعاث لكميه ضئيله من الكربون مونوكسيد، الهيموجلوبين بيحب الكربون مونوكسيد 210 قد الاكسجين، هتتحب معاها، فكميه كبيره جدا من الهيموجلوبين هتتحب مع الكربون مونوكسيد مش شايله اكسجين، وحتى كميه الهيموجلوبين اللي ماسكه اكسجين زود ما بتسيبهاش الانسجه، يبقى الانسجه بما فيها المخ ما يشرح لها اوكسجين خالص، فالشخص يبقى كوماتوزد، يدخل في غيبوبه فما يحسش حاجه. من رحمه ربنا الناس اللي تفحمت دي ما حسيتش حاجه خالص. This is why بجاوب للملحدين، ليه ربنا خلى الافينيتي اوف هيموجلوبين تو كاربون مونوكسايد 210 الافينيتي تو اوكسجين، وليه خلى حتى الهيموجلوبين ما اتحدش مع الكربون مونوكسايد وما زال متحد مع الاوكسجين؟ زود الافينيتي ما يسمحلوش يسيب اوكسجين الانسجه. معظم الهيموجلوبين مع اول انبعاث السي او 2 اتحد مع السي او 2 الافينيتي 210 مره، لم يعد قادر تاني، عيب على التحاب بالهيموجلوبين. حتى اللي فاضل متحد مع الهيموجلوبين ما سويش في حاله، زود الافينيتي بتاعته الاوكسجين. دي مصادفه التلاته مع بعض ان احنا نعمل كومبليت ديبريفيشن، حرمان كامل للانسجه من فيها سي ان اس بالاوكسجين، فتدخل في غيبوبه فما تحسش الحريق. انما مع الانبعاثات التافهه في الجو جدا لا تؤثر خالص على الموضوع، لان نسبه سي او 2 نسبه لا تذكر في الجو حتى بالمفرز. والمعلومات العامه سبحان الله، الاول ده ليه ربنا خلى الكربون مونوكسايد بالمواصفات دي، ويسموا المركب الناتج من اتحاد الهيموجلوبين بالكربون مونوكسايد عشان مكان الاوكسجين كاربوكس. خد بالك بقى نقطه في الام اس كيو بتلخبطكم جدا يا اولاد، ال سي او 2 هقول الثالثه وبعدين اجمعهم مع بعض. قلنا بقى الكربون دايكسايد لما بيزيد مع الاكتيفيتي بيشيفت الكيرف لفين يا اولاد؟ اهي بصوا معايا، كربون دايكسايد ده كان من اهم الفاكتور اللي هي بتزيد في الاكتيفيتي، ان اهم ويست برودكت مع الاكتيفيتي بيطلع كربون مونوكسايد. فالكربون مونوكسايد يمسك في الهيموجلوبين يخليه يسيب الاوكسجين، يعني العكس عن شيفت الكيرف تو ذا رايت. كان ده من اهم الاربع عوامل. ايه الاربع عوامل اللي بتخلي الهيموجلوبين يقل الافينيتي انلودنج شيفت تو ذا رايت؟ الكربون دايكسايد. الراجل اللي قال دي اسمه بورز افكت، واحد من اهم الاسئله في الام اس كيو وفي الشافوي. ايه هو البورز افكت؟ قال ان زياده الكربون دايكسايد بطريقتين، لما بيزيد الكربون دايكسايد المنبعث مع الاكتيفيتي الكربون دايكسايد بيزيد البريشر اوف كربون دايكسايد، وايفن الكربون دايكسايد بيدوب في الميه دي كربونيك اسيد يزيد الهيدروجين كونسنتريشن، ده بيؤدي الى ديسبيسمنت اوف اوكسجين فروم هيموجلوبين، ان الهيموجلوبين يسيب الاوكسجين، ديكريز ذا افينيتي انلودنج شيفت تو ذا رايت، يبقى شيفتد لل رايت يا اولاد، اهي شيفتد تو ذا رايت. دي اسمها بورز افكت، ان زياده الكربون دايكسايد اللي هو البريشر اوف كربون دايكسايد والهيدروجين اين قلنا بتغير شكل الهيموجلوبين تخليه يسيب اوكسجين الانسجه الاكتيف، ديسبيسمنت اوف اوكسجين اللي هي انلودنج اللي هي ديكريز ذا افينيتي اللي هي شيفت تو ذا رايت، بينما الكربون مونوكسايد بيشيفت تو ذا ايه يا اولاد؟ تو ذا ليفت. حفظت الاجابه بطريقه سهله جدا، وبيقولوا لي عمرنا ما بنفكر في السؤال، ان ايه الفرق بين الكربون دايكسايد الحلو اللي هو ده اهم ويست برودكتس في من الجسم والكربون مونوكسايد الوحش؟
الكربون دايوكسيد بيتحد مع الهيموجلوبين يخليه يسيب الاكسجين الانسجه انلودنج ديكريز ذا افينيتي، فالكيرف يبقى شيفت تو ذا رايت. بينما الكربون مونوكسيد بيزود الافينيتي في هيموجلوبين تو اكسجين لودنج، فالكيرف يبقى شيفت تو ذا ليفت. وبقولها بطريقه لم ينساها الطلبه، نحن في اور كلتشر في الشرق كلتشر ثقافه متدينه نؤمن بان اليمين هو ناحيه الخير واليسار هو ناحيه الشيطان، الناحيه الحلوه هو اليمين اهل اليمين والناحيه الوحشه اهل الشمال. بدي بس من غير ما تفكر في اللي قلته هتجاوب السؤال. الكربون دايكسايد اللي هو حاجه حلوه اهم ويست برودكت بتطلعه الميتابوليزم بيشيفت الكيرف للناحيه اليمنى فيخلي الهيموجلوبين يسيب الاكسجين الانسجه فيخلي الهيموجلوبين ديكريزد افينيتي شيفت تو ذا رايت. بينما الكربون مونوكسيد الوحش ناحيه اليسار الناحيه الوحشه يخلي الهيموجلوبين يتمسك بالاكسجين اكتر ما يسيبوش الانسجه انكريزد افينيتي لودنج شيفت تو ذا ليفت. فلا تنسى الكربون دايكسايد اليمين والكربون مونوكسيد اليسار، ولا تنسى ان تاثير الكربون دايكسايد على الهيموجلوبين، ودي من الحاجات الرائعه في الخلق والخالق، ان الكربون دايكسايد بيغير شكل الهيموجلوبين يخليه يسيب الاكسجين. ضمن اربع حاجات الكربون دايكسايد، وقلنا الهيدروجين اين والتمبرتشر والدي بي جي اللي هما بيحصلوا مع الاكتيفيتي. اللي اكتشف تاثير الكربون دايكسايد اول واحد في الفاكتورز انه بيغير شكل الهيموجلوبين يخليه يسيب الاكسجين راجل اسمه بورز، بتتسال في الشفا كتير جدا بورز افكت. يبقى بورز افكت معناها قلناها يا اولاد انه زياده الكربون دايكسايد بتؤدي الى displacement of oxygen from hemoglobin اللي هو shift to the right، بينما الكربون مونوكسيد بيشيفت to the left. فاضل عجبتين صغيرين وبعدين في عجاله اجمع لك العجيب الاربعه. يبقى اول عجوبه عشان ما انتهش كانت ان الهيموجلوبين عنده two affinities لنفس الماده وهالاكسجين. عند اللانج عند الهاي تنشن عنده هاي افينيتي تو انشور ساتوريشن، فالكيرف بيمشي هورزونتال. عند التيشو عند اللو تنشن في لو افينيتي، فالكيرف بيمشي ستيب تو انشور ديسوسيشن. تاني عجوبه ان الهيموجلوبين كومبيوترايزد، كل ما الاكتيفيتي تزيد والاربع عامل تزيد الزيادات تقلل الافينيتي تخلي الهيموجلوبين يسيب الاكسجين الانسجه الاكتف اللودنج، تخلي الكيرف شيفت للناحيه الحلوه الرايت. وقلنا البي 50 عكس الافينيتي، بينما النواقص الايد المرتاحه ما فيهاش سي او 2 نواقص كلها اللي هيدروجين اين ريل تمبرتشر ريل دي بي جي قليله، يبقى مش عاوز اكسجين الهيموجلوبين يحتفظ بالاكسجين يبقى لودنج يبقى انكريز افينيتي يبقى شيفت تو ذا ليفت. دي العجوبه الاولى. العجوبه الثانيه اسف العجوبة الثالثة والرابعة، عجوبة الزمان وعجوبة المكان. تعال ناخدهم بقى أولاد، تدي بعجوبة الزمان ثم عجوبة المكان. الهيموجلوبين بيتغير مع الزمن، اللي هو السؤال التقليدي اللي بتتسأله وقلناه في البلد، ايه الفرق بين الفيتا الهيموجلوبين الهيموجلوبين اف والادلت هيموجلوبين اللي بيبتدي يتكون بعد 6 شهور من الولاده في الميتوكوندريا 4 ل 6 شهور. ايه الفرق بين الفيتال والمذر هيموجلوبين؟ انا حورت سؤال بدل ما اقول لك الفرق بين الفيتال والادلت هيموجلوبين بقول ايه الفرق بين الفيتال هيموجلوبين والمذر هيموجلوبين؟ ما هي المذر ادلت. وبقول يا اولاد سؤال بداخله الاجابه، من يعطي من؟ مين مفروض يدي الثاني اوكسجين؟ طلبة جاوبوه على طول في تلقائية، مفروض الأم بتدي الأكسجين للفيتس. يبقى الأدلت هيموجلوبين بتاع الأم عنده ديكريزد أفينيتي مستعد يسيب الأكسجين. الأدلت اللي هو المذر أدي الأكسجين مستعد يسيب الأكسجين، وحضرتك ناحية الفيتس سيب لك الأكسجين عندك إنكريزد أفينيتي. يعني إجابه سؤال بداخله الإجابة، الأدلت اللي هو المذر سيب الاكسجين للجنين يبقى ديكريز افينيتي الادلت هيموجلوبين الهيموجلوبين ايه، بينما الفيتا الهيموجلوبين عنده انكريز افينيتي. طب ايه سر القصه دي؟ سهله جدا،
ان قال لك اي هيموجلوبين مونيكل بيتكون من 4 سب يونتس 4 بيبتايد تشينز بولي بيبتايد تشينز في الادل 2 الفا و2 بيتا، بينما في الفيتس 2 الفا و2 جاما. قلت لكم اهم ماده تكره الهيموجلوبين في الاوكشن، تقلل افينتي هيموجلوبين تو اوكشن، تخليه يسيب الاوكشن انلودنج، هي الدي بي جي الداي فوسفوجليسريت، او اسمها الطويل 2-3 داي فوسفو، في ذرة 2 وذرة 3 2 و 3 داي فوسفو جليسريت، اللي هي ناتجة من تكسير الجلوكوز بمعزل عن الهواء الجليكوليس. فأنا طول عمري بقول يا أولاد إن الهيموجلوبين أدي الأوكشن هو أحمر وأدي الدي بي جي، لو مسك الأكسجين ما يمسكش الدي بي جي، لو مسك الدي بي جي ما يمسكش الأوكشن، يبقى هما اتنين بيكمبيت فور اوكشن. لو الهيموجلوبين مسك الدي بي جي هيسيب الاوكشن خلاص، لو الهيموجلوبين ما مسكش الدي بي جي بيمسك الاوكشن. شوف العظمه الالهيه بقى، تولد يعني تجلد في شقين. اولا ان ربنا خلى الفيتس الجنين في حاله هايبوكسيا خفيفه، نقص في الاوكشن قليل، وعليه لازم يكسر الجلوكوز بمعزل عن الاوكسجين جلايكوليس، وعليه ينتج ماده الدي بي جي. يبقى دي اول حاجه عجوبه ان ربنا خلى الفيتس ان ستيت اوف مايلد هايبوكسيا، فعنده جلايكوليسيس تنتج الدي بي جي. الادلت هيموجلوبين اللي جاي للفيتس المذر هيموجلوبين قابل للاتحاد ال2 بيتا، قابله للالتحاب بالدي بي جي، ما طبعا الاختلاف في البيتا والجاما مش معقول في الالفا، هم الاثنين عندهم الفا، البيتا قابله للالتحاب بالدي بي جي فتسيب الاوكشن، يبقى تلتحب بالدي بي جي فتسيب الاوكشن، بينما الجاما بتاعه الفيتس غير قابله للالتحاب بالدي بي جي وبالتالي تمسك الاوكشن. بقولها حتى في مزاح، الكبير عقله صغير والصغير عقله كبير، وهو قصدي الهي. الادلت هيموجلوبين ماسك اوكشن هو بتاع الام، اول ما يشوف الدي بي جي يروح سايب الاوكشن وماسك الدي بي جي فشيب الاوكشن، بينما الفيتا الهيموجلوبين الصغير عقله كبير ماسك الاوكشن قصاده دي بي جي ما يرضاش يمسك، مسكش الدي بي جي، عنده ديكريز افينتي دي بي جي وبالتالي يحتفظ بالاوكشن. ادي سر العجوبه الثالثه. ايه الفرق بين الهيموجلوبين يتغير مع الزمن؟ الهيموجلوبين بتاعك وانت فيتس غير وانت ادلت، قلنا بعد فيو مانث بيتحول في الميتوكوندريا من فيتس الى ادلت. الام ادلت هيموجلوبين، الفيتس فيتال هيموجلوبين، هيموجلوبين اف. سؤال بداخله الاجابه، من يعطي من؟ الام بتدي الفيتس، يبقى الام عندها ديكريزد افينيتي اوكشن، بينما الفيتال هيموجلوبين عنده انكريزد افينيتي. طب فسر التفسير العلمي، الهيموجلوبين بتاع الادلت 2 الفا و2 بيتا، الفيتس 2 الفا و2 جاما، يبقى 100% الاختلاف في البيتا والجاما. البيتا قابل للالتحاب بالدي بي جي فيسيب الاوكشن للجنين وهو المطلوب، الفيتال ما بيمسكش الجاما الدي بي جي وبالتالي ما يمسكش غير الاوكشن، ما يسيبش الاوكشن ابدا، لان ده بيدي ده. سبحان الله في خلقه. ده كانت العجوبه الثالثه، عجوبه الزمان. تخيل الهيموجلوبين اتغير مع الزمن. نيجي للعجوبه الاخيره يا اولاد، وهي عجوبه المكان. يبقى في عجوبة الزمان بيتغير مع الزمن وبيتغير مع المكان، عجوبة كل أعجيب الأربعة في مفهوم عبد الله للأكسجين. يوجد نوعين من الجلوبين عندنا، في هيموجلوبين في الدم وفي مايجلوبين في العضلات، عشان كده الدم أحمر عشان في حديد بتاع الهيموجلوبين، والمايجلوبين في حديد عشان كده أقول لك حتة لحمة حمراء أحمر برضه، قلنا الكلام ده. إيه الفرق بينهم؟ الهيموجلوبين عنده 4 بولي بيبتايد تشينز فيقدر يتحد مع 4 ذرات اكسجين، بينما المايوجلوبين عنده 1 بيبتايد تشين فيتحد مع ذره واحده او مع موليكيول اسف واحد من الاكسجين. فحتى بقول المايوجلوبين الهيموجلوبين يقدر يتحد مع 4، فعند ضغط اكسجين معين يتحد مع واحده، ضغط اكسجين زاد يبقى مع 2، زاد يبقى مع 3، زاد يبقى مع 4 اهو، يبقى كل ما زاد ضغط الاكسجين
بدل ما يبقى عندي هيموجلوبين O2 كمان واحدة يبقى O4 كمان واحدة يبقى O6 كمان واحدة يبقى هيموجلوبين 8. يبقى different tensions عنده different saturation. طيب دي للأذكياء فقط. بالإضافة إن إنه عنده عند الهاي تنشن عنده هاي أفينيتي، لما التنشن يعلى بيبقى عنده هاي أفينيتي اللي هي الهوريزونتال بارت بتاع اللانج، بينما عند اللو تنشن عند التيشو بيبقى عنده لو أفينيتي اللي هي خلت الكيرف عنده جزء هوريزونتال عند اللانج وجزء ستيب عند التيشو. هو ده سبب ليه منظر الكيرف اس شيب. واحد من أصعب الأسئلة اللي بتتسألوها يا أولاد في الامس كيو، أسف في الشفوي، اساسا شافوا ليه شكل الكيرف اس شيب. الاجابه الاول حاجتين مش حاجه واحده، ان الهيموجلوبين كان فورم فور ديفرنت كومباوندز اوكسجين O2 O4 O6 O8، فعشان كده الديفرنت تنشنز عنده ديفرنت ساتوريشنز. شفناها في كيرف. لسه دي نص الاجابه. طب ليه شكل اس شيب؟ لانه عند الهاي تنشن في هاي افينيتي فشكله هوريزونتال، بينما عند اللو تنشن في لو افينيتي فعشان كده شكله ستيب. الهوريزونتال بارت والستيب بارت خلوا شكل الكيرف يبقى اس شيبت. طيب نيجي للمايجلوبين. قلنا بيتحد المايجلوبين مع ذره واحده بس من الاوكسجين، فبقولها يعني يا اما يبقى فولي ساتوريتد يا فولي ديسوشيتد. يا ابيض يا اسود على راي عادل امام، ما هو ما عندوش، ما يقدرش يتحد غير مع موليكيول واحد من الاوكسجين، يا يبقى مليان خالص يا فاضي خالص. يبقى الطالب ذكي، يبقى توقع شكل الكيرف، يبقى يا اما يبقى فولي ساتوريتد يا اما يبقى فولي ديسوشيتد. ما فيش حاجه اسمها تنوع زي التاني كده ديفرنت ساتوريشن ات ديفرنت تنشنز، لا ده يا ساتوريتد لو موجود يا مش ساتوريتد يا ديسوشيتد. يبقى شكل الكيرف زاويه قايمه فيسموه ريكتانجولار هايبربولا. طيب الاهم، النقطه الاهم، ركز معايا. طب ديورينج ريست اللي هو عند تنشن 40، الريستنج تيشو بيبقى عند 40، بص للكيرف بتاعه بيبقى فولي ساتوريتد اهو. ديورينج اكتيفيتي لما التنشن اوكسجين يقل بيبقى فولي ديسوشيتد، بيبقى فولي ديسوشيتد. انا هنا بس بنضف لك الكيرف اهو، هوريها لك على الكيرف الاصلي. هي دي الكيرفات الاصليه يا اولاد اللي اشتغلنا عليها اهو. يبقى ده شكله اس شيب. ليه؟ لان عند الديفرنت تنشنز هنا في ديفرنت ساتوريشنز، بالاضافه الى انه عند الهاي تنشن في هاي افينيتي وعند اللو تنشن في لو افينيتي، ده اللي عمل الاس شيب. يبقى الاس شيب بسببين الاوائل، انه بيعمل فور ديفرنت كومباوندز مع الاوكسجين، فالديفرنت تنشنز في ديفرنت ساتوريشنز. ده نص الاجابه. لكن ليه الشكل اس شيب؟ لان عند الهاي تنشن في هاي افينتي فالكيرف عنده هوريزونتال بارت، وعند اللو تنشن عند تيشو بيبقى فيه لو افينتي فستيب بارت، ده اللي خلاه اس شيب، ده الاوائل. بينما المايوجلوبين يا ابيض يا اسود، يا ساتوريتد يا ديسوشيتد، عشان كده شكله زي الزاويه القايمه ريكتانجولار هايبر بولا. طب ديورينج ريست بقى عند 40، بص معايا في الكيرف تلاقيه ساتوريتد. طيب بيدي الاوكسجين اللي فيه فقط مع الاكتيفيتي، عشان كده ما يسالك وات از ذا فانكشن اوف مايوجلوبين، سؤال مهم جدا. تقول له سمول ستورج اوف اوكسجين. كل كلمه لها معنى، مش اي حاجه. سمول ستورج، ليه حضرتك قلت سمول؟ لانه بيختزن واحده بس، وان بوليبيبتايد شين وان اوكسجين موليكيول. ليه قلت ستورج؟ لانه ديورينج ريست ما بيديكش ستورج لما تعمل اكتيفيتي، عشان كده وظيفه المايوجلوبين سمول ستورج فور اوكسجين. برضو كانت هذه هي العجوبه الرابعه، عجوبه المكان والاخيره، هوضحها كما اراها يا اولاد. دلوقتي العضلات ديورينج ريست الفيسل مفتحه بيجي لها هيموجلوبين اللي هو مليان اوكسجين، يبقى الماسل ديورينج ريست بتعتمد على الاوكسجين اللي في الهيموجلوبين. فهمت القصه؟ طيب لما التيشوز تبقى اكتيف، يعني الماسلز اللي هي 40% من عضلات جسمك تبقى كونتراكتنج كده، الفيسل اللي جوه الماسل ديورينج كونتراكشن ديورينج اكتيفيتي هيحصل له ايه؟ هيبقى
compressed squeezed مفيش دم جاي لان المصل كونتراكتد قفلاه يبقى المصل اللي كونتراكتد دي قافله الفيسل اللي جواها ما بيجيلهاش بلاد ما بيجيلهاش هيموجلوبين طب تاخد منين الاكشن تاخد من المايجلوبين عشان كده المايجلوبين قالوا ستورج ما يديش دورينج ريست فكر ليه يدي دورينج ريست وراء القلق خالق دورينج ريست العضلات ريلاكست الفيسل مفتحه تاخد من الهيموجلوبين له اكتر خلاص لما تبقى اكتف والمصل كونتراكتد وتسكويز الفيسل ومفيش هيموجلوبين يبقى تاخد من المايجلوبين اقول لك الالطف منها حقيقه الامر دورينج ريست هو المايجلوبين ده بيروح اللنج فكر فيها ده طبعا امال بيتملي تاني ازاي الهيموجلوبين بيروح اللنج تو بي اكسجينيتد انما المايجلوبين اللي في المصل ما بيروحش بيتملي من الهيموجلوبين دورينج ريست يعني دورينج ريست الهيموجلوبين بيدي العضلات وبيملى تاني المايجلوبين عشان كده سؤال ام اس كيو مهم جدا يبقى الاكسجين بينتقل منين لفين يا اولاد من الهيموجلوبين الى المايجلوبين يبقى نفس الفكره بتاعت المذر والفيتال هيموجلوبين يبقى المذر عنده ده بيسي وده بياخد المذر عنده ديكريزد افينيتي والفيتال عنده انكريز افينيتي جاوب انت السؤال بقى يبقى ما يقول لك مين عنده افينيتي للاكسجين اكتر اهو المايجلوبين بيتملي ديورينج ريست من الهيموجلوبين يبقى المايجلوبين عنده مور افينيتي والاثبات انه نسبيا المايجلوبين شيفتد مور تو ذا ليفت بالنسبه للهيموجلوبين هو مور تو ذا ليفت واحنا قلنا ان الشيفت تو ذا ليفت ده يماثل انكريزد افينيتي يبقى ايه قلنا ايه الفرق بين الافينيتي اوف هيموجلوبين ومايجلوبين للاكسجين المايجلوبين بياخد الاكسجين من الهيموجلوبين ديورينج ريست لما بيروحش الرئه يبقى لازم الهيموجلوبين يسيب والمايجلوبين ياخد يبقى الهيموجلوبين يسيب يبقى ديكريزد افينيتي والمايجلوبين ياخد يبقى انكريزد افينيتي وعشان كده الكيرف بتاع المايجلوبين مور تو ذا ليفت تبقى عارف فاضل سؤال واحد واقفل بكده هو احنا ليه استخدمنا البرسنت ساتوريشن وما استخدمناش الاكشن كونتنت يعني كان ممكن نقول يا اولاد هرسمها لكم كده نقول ان الكيرف بدل ما نحط الاكسجين تنشن نحطه في مواجهة الأكسجين كونتنت إنما اللي احنا عاملينه مش كده احنا حاطين الأكسجين تنشن في مواجهة البرسنتج ساتوريشن اهي يبقى احنا الكيرف بتاعنا أكسجين تنشن في مواجهة البرسنتج ساتوريشن ده الصح مش أكسجين تنشن في مواجهة الكونتنت مع ان فكر معايا انا كل زياده في الاكسجين تنشن لما يزيد الاكسجين تنشن هيزيد الكونتنت وعليه يزيد الساتوريشن يعني الاثنين بيزيدوا لما تزود ضغط الاكسجين الكونتنت هيزيد لما استخدمناهوش ولما الكونتنت بيزيد بالتبعيه نسبه امتلاء الكليه اللي هي ساتوريشن استخدمناه طب ليه ما استخدمناش اوكشن كونتنت ما هو زياده التنشن بتزود الكونتنت وعليه ساتوريشن ليه ما استخدمناش الكونتنت لاسكاء فقط لو شخص عنده الهيموجلوبين قليل خلاص يعني زي فنجان كده الهيموجلوبين قليل يبقى الكونتنت هيحصل له ايه الفنجان ما يشيلش كتير يبقى الكونتنت قليل ولكن الساتوريشن يعني فنجان هقولها لك بطريقه سهله فنجان اهو مليان نصه وكوبايه مليان نصها يبقى البرسنتج ساتوريشن في الحالتين 50% اهي نتفرج عليه اهي الكونتنت ده فنجان ودي كوبايه الفنجان مليان للنص والكوبايه برضو النص ايه رايك في الكونتنت طبعا الكونتنت هنا قليله جدا خلاص لان الفنجان اساسا الكباسيتي بتاعته صغيره يبقى الكونتنت بتتاثر بكميه الهيموجلوبين وبالتالي هتختلف من شخص لشخص حسب كميه الهيموجلوبين اللي عنده انيميا ولا لا لكن في الحالتين الكونتنت هنا قليله بالنسبه لدي انما نسبه التشبع هي 50%
فعشان كده احنا استخدمنا البرسنتج ساتوريشن. ليه؟ لانها لا تتاثر باختلاف الهيموجلوبين اللي هو بيختلف من شخص لشخص، بينما الكونتنت بيختلف باختلاف الهيموجلوبين اللي هو من شخص لشخص. لو شخص انيميك عنده الهيموجلوبين قليل يبقى الكونتنت قليل بس الساتوريشن ما زادت 50%، لان الكونتنت قليله والكاباسيتي كمان قليله. لما الهيموجلوبين بيقل بيقل الكونتنت وقل الكاباسيتي، اللي فوق ده قل واللي تحت قل، البسط قل والمقام قل، يبقى البرسنت ساتوريشن ثابته 50% وان كان الكونتنت صغيره. انما هنا بنلاقي كونتنت كبيره بس ساتوريشن 100%. يبقى ليه استخدمنا البرسنت ساتوريشن يا اولاد مش الكونتنت؟ لانها لا تتاثر كما الكونتنت، كما الكونتنت بكميه الهيموجلوبين التي تختلف من شخص الى اخر. اللي عنده انيميا الهيموجلوبين قليل يبقى الكونتنت الاوكسجين قليل بس الساتوريشن هي هي، كوبايه صغيره ممتلئه النصف زي كوبايه كبيره ممتلئه النصف، المحتوى قليل في الكوبايه الصغيره لكن نسبه التشبع ثابته. عشان كده استخدمنا ده، سؤال شافه مهم جدا، برسنتج ساتوريشن، لانها لا تتاثر باختلاف الهيموجلوبين من شخص الى اخر كما يحدث في الانيميا. ده يا اولاد كان الاوكسجين ديسوسيشن والاوكسجين ترانسبورت، واحد من اهم المحاضرات، واقولها تاني في عجاله الخصها، في عجاله نلم الموضوع لانه موضوع متشعب. في الاول يا اولاد اهي تعالى اقولها لك كلها ما فيش مشاكل، اللي عاوز يلخصها لنفسه عشان ده موضوع مهم جدا. يحمل الاكسجين في صورتين في الدم، كيميكال اللي هو مع الهيموجلوبين وفيزيكال هو المذاب. الكيميكال لو خدت 100 سنتي ارتيال بلاد بيبقى فيهم 19.5 ان كيميكال و3 من 10 ان فيزيكال. 65 مره الكيميكال قد الفيزيكال. قلنا الهيموجلوبين زود لما يسالك شافه يزود الاوكسجين كارين كاباسيتي بتاع البلاد. لو البلاد كان ميه ما فيهوش هيموجلوبين كان هيشيل 3.10 بس، لكن بسبب الهيموجلوبين بيشيل 19.5 يعني 65 مره. عشان كده قلنا الدم عمره ما يبقى ميه، ميه تشيل 3.10 بس. طب السؤال الثاني هيسالك طب الانسجه بتعتمد على مين؟ تجاوب السؤال طبعا على الكيميكال. طب ايه اهميه الفيزيكال؟ هو الذي يحدد التنشن. طب سؤال داخل سؤال، ما اهميه التنشن؟ لما اعرف التنشن اعرف حاجتين، الدايركشن والريت اوف ديفيوجن نمره واحد، وكلما زاد المذاب زاد التنشن زاد الاكسجين المتحد مع الهيموجلوبين، يبقى الصغير هو اللي بيحدد الكبير. وقلت جمله الخالده ان الغازات في الاتحادات الكيميائيه لا ضغوط لها. Only gases in physical forms have tension. اللي بيفيدنا في شيئين، الدايركشن والريت اوف ديفيوجن، والتنشن هو اللي بيحدد الاكسجين ان هيموجلوبين. كل ما زاد الاكسجين تنشن بيزيد الاكسجين المتحد مع الهيموجلوبين، صغير ماشي الكبير. ثم جينا الجزء الثالث قلنا اربع تعريفات. قلنا الهيموجلوبين اللي موجود اهو، الهيموجلوبين اللي اسف الهيموجلوبين. طب سؤال، الكوبايه هي الهيموجلوبين، المايه هي الاكسجين. لو قلت ده فوليوم اوف اوكسجين ان هيموجلوبين يبقى ده كونتنت. كملت قلت ده فوليوم اوف اوكسجين ان هيموجلوبين، ان هيموجلوبين وين ده هيموجلوبين از فولي ساتوريتد يبقى ده الكاباسيتي. يبقى التعريفين يبتدوا ده فوليوم اوف اوكسجين ان هيموجلوبين، وتسكت يبقى كونتنت. اللي موجود كونتنت، اللي موجود لما تكملي يبقى ساتوريشن. طب هي فيها 10 وساعتها 20 يبقى نسبه تشبعها برسنت ساتوريشن ايه؟ 50%. عملت ايه؟ قسمت الكونتنت 10 على الكاباسيتي في 100. طب نيجي اصعب تعريف، الكوفيشنت اوف اوكسجين يوتيلايزيشن. الارتيريال جالي فيه 10، انا انسجه خدت شويه رجع الفينس فيه 8، يبقى انا استخدمت كام في المية؟ جاني فيه 10 رجع فيه 8 بس ام ال 10 يبقى 20%. اتحسبتها زي كلام اطفال، ارتيريال ناقص فينس ده اللي استخدمته الانسجه على اللي كان موجود اللي هو الارتيريال في 100. ده كان التاني. طيب نيجي الجزء الثالث اللي هو الاكسجين ديشيشن كيرف، او خلينا نقولها الاربعه عجائب للدنيا، سبع عجائب والهيموجلوبين اربع عجائب. اول عجوبه اللي هي عجوبه الكيرف،
قلنا في اي كيرف هتقول بتمثل ايه اجينست ايه بقى؟ امثل الساتوريشن اجينست الاوكشن تنشن، وفاهم ليه مش الكونتنت، عشان الساتوريشن لا تتاثر باختلاف الهيموجلوبين من شخص لشخص كما في الانيميا. خلاص، فنجان قهوه وكوبايه هما اتنين ساتوريتد 50% بس الكونتنت هنا غير هنا، يبقى الكونتنت اختلفت باختلاف الهيموجلوبين باختلاف المحتوى لكن الساتوريشن لا تتاثر. العجوبه الاولى ابتهلنا الى الله، يا رب يا رب الهيموجلوبين اللي خلقه لنا ده خليه يشيل عند اللانك وخليه يسيب عند التيشو. فده اللي عمله ربنا وباكثر ما طلبنا، انه هيشيل عند اللانك حتى لو انخفض التنشن زي في الالتيتيود، وهيسيب ديسوشيشن عند التيشو حتى لو الانخفاض في التنشن كان قليل زي في الاكسرسايز. وقلنا في نقطه طبيعيه انت وانا عايشينها دلوقتي، احنا دلوقتي عند السي ليفل ضغط الاكشن 100، سبحان الله، تصور الهيموجلوبين بيطلع 97% ساتوريتد، حتى لو طلعنا فوق جبل عالي وانخفض التنشن ل 60 ما تخافش، حتى الناس اللي في المرتفعات ربنا بيرعاهم، التنشن انخفض انخفاض الساتوريشن انخفض انخفاض تافه من 97 الى 90. تفسير العلمي ان الكيرف ماشي هوريزونتال، اسف الهندسي، ماشي هوريزونتال، يبقى مهما انخفض التنشن الساتوريشن عالي. التفسير العلمي ان عند الهاي تنشن في هاي افينيتي، وما تنساش التلات اتش بتوع اللانج، عند الهاي تنشن ادي اول اتش في هاي افينيتي، عشان كده الكيرف هوريزونت. طيب عند التيشو حضرتك وحضرتك والعبد الله الريستنج تيشو الضغط عندها 40، لقينا الساتوريشن انخفض من 97 الى 70، يعني خدنا 27% during rest، شيء رائع. طب لو عملت mild exercise وانخفض التنشن من 40 ل 20، تصور الهيموجلوبين يدينا ان اكسترا 50%، لو كانت دي 20 في بعض الكتب، لو هي 30 يبقى هيديك ان اكسترا 40%. ليه العكس؟ اعكس الداتا اتش، هنا الكيرف horizontal، هنا الكيرف steep، هنا عند الهاي تنشن في هاي افينيتي، هنا عند اللو تنشن في لو افينيتي. وقلت فين العجوبه في دي؟ ان الهيموجلوبين بيغير قابليته للاكشن، عند الهاي تنشن عنده هاي افينيتي، وعند اللو تنشن عنده لو افينيتي. ثم نيجي للعجوبه الثانيه، ان الهيموجلوبين كومبيوترايز بيحسب الاكتيفيتي اوف تيشو، ذا مور ذا اكتيفيتي ده لس افينيتي، جمله حفظتها لجال، ده مور ده لس، ده مور ذا اكتيفيتي ده لس افينيتي، يعني يسيب انلودنج، يدي الانسجه، يعني شيفت تو ذا رايت. وقلت ازاي؟ فين سر الكمبيوتر؟ اربع حاجات بتزيد مع الاكتيفيتي: البريشر اوف كربون دايكسايد، الهيدروجين اين، التمبريتشر، الدي بي جي. يبقى كل الزيادات دي بتنقص الافينيتي، تعمل انلودنج يسيب للنسيج الاكتف، تعمل شيفت تو ذا رايت. وعكسها قلت البي 50، زياده الاكتيفيتي نقص الافينيتي بتزود البي 50، لانه ما يبقى ما عندوش افينيتي، يعني شيفت تو ذا رايت. يبقى عشان يبقى 50% مشبع ومش عاوز يمسك اوكشن لازم احطه عند بريشر اعلى من 27، يبقى النورمال بي 50 27 ملم مركري، ان الهيموجلوبين عشان يبقى 50% ساتوريتد لازم التنشن يبقى 27. لو هو عنده ديكريز ذا افينيتي عشان تشبعه 50% لازم تزود البريشر، فده بيزود البي 50. والعكس في الحاجات اللي بتشيفتو ده ليفت، لما الاكتيفيتي تقل يبقى الهيموجلوبين ما بيديكش اوكشن، يبقى انكريز ذا افينيتي، يبقى لودنج، يبقى شيفتو ذا ليفت. طب هنا هو عنده انكريز ذا افينيتي، يبقى باقل بريشر تشبعه 50% لانه عاوز يمسك الاوكشن، يبقى البي 50 بتقل في الشيفت تو ذا ليفت. ولا تنسى السؤال الرائع، ايه الفرق بين الكربون دايكسايد والكربون مونوكسايد؟ الكربون دايكسايد الحلو اللي هو اهم ويست برودكتس في الدنيا، ربنا خليها يروح ناحيه اليمين الرايت، بينما الكربون مونوكسايد بيروح ناحيه الشمال. ثم نيجي العجوبه الثالثه، عجوبه الزمان، والرابعه عجوبه المكان. فتعال نشوف عجوبه الزمان. قلنا ايه الفرق بين الادلت والفيتا هيموجلوبين؟ وسؤال بداخل الاجابه من يعطي من؟ فانتوا قلتوه الام هتدي الفيتس، الادلت هيموجلوبين هيدي الفيتا هيموجلوبين. ليه؟
ان هنا بيتكون من 2 الفا و2 بيتا، ده الادلت اللي هو المذر، هنا 2 الفا و2 جاما، ان الام بتدي الاوكسجين للفيتس، لان ربنا الفرق بقى في البيتا والجاما ان في تنافس بين الاوكسجين والدي بي جي فور ذا هيموجلوبين، ان البيتا هيموجلوبين تحب تمسك اول ما تشوف الدي بي جي زي العبيطه تفرح بيه تمسكه فتروح سايب الاوكسجين هو المطلوب للفيتس، بينما الجاما بولي بيبتايد في الفيتس عقل لما تشوف الدي بي جي ما تمسكوش، ما فيش افينيتي للدي بي جي، فالافينيتي للاوكسجين بس. ومن الروائع ان طب ايه الدي بي جي دي هتيجي ازاي؟ ما الدي بي جي دي من تحطيم الجلوكوز بمعزل عن الاوكسجين، ان قلنا ربنا يا اولاد خلى الفيتس في حاله نقص طفيف في الاوكسجين، فعنده عمليات الجلايكوليسيس تحطيم الجلوكوز بمعزل عن الاوكسجين كتيره، فالدي بي جي موجود بكثره، فالهيموجلوبين اللي جاي له من الام يفرح بالدي بي جي يديهوله يمسكه ويسيب له المهم وهو الاوكسجين. العجوبه يا اولاد الهيموجلوبين غير نفسه مع الزمن، ثم العجوبه الاخيره عجوبه المكان، غير نفسه مع المكان. ايه الفرق بين الادلت هيموجلوبين والمايوجلوبين؟ الادلت هيموجلوبين عنده 4 بولي بيبتايد شينز، فممكن يعمل 4 كومباوندز O2 O4 O6 O8 عند الديفرنت تنشنز. طب ايه اللي خلاه شكل الكيرف اس شيبت؟ قلنا الاسكاء، لا حاجه تانية، عشان يبقى اس شيب لازم يبقى عنده جزء هنا هوريزونتال وجزء هنا ستيب، عند الهاي تنشنز عنده هاي افينيتي عشان كده هوريزونتال، تاتا اتش هاي تنشن هاي افينيتي يبقى هنا هوريزونتال، انما عند اللو تنشن في لو افينيتي يبقى ستيب. يبقى اما يسالك ليه شكل الكيرف اس شيب، واحد من اصعب الاسئله اللي شافه، تقول حاجتين، ان فور بولي بيبتايد تشينز الديفرنت تنشنز في ديفرنت ساتوريشن، طب والثانيه ان عند الهاي تنشن في هاي افينيتي، عند اللو تنشن في لو افينيتي، ففي جزء هوريزونتال وجزء ستيب يبقى شكله اس شيب. بينما المايوجلوبين نظام عادل امام، يا ابيض يا اسود، وان بولي بيبتايد تشين يمسك فان مولكيول اوف اوكسجين، يا ساتوريتد يا ديسوشيتد، يا ابيض ساتوريتد يا اسود، يبقى شكل الكيرف يبقى زاويه قايمه ريكتانجولار هايبر بولا. طب الرائع انه ديورنج ريست بيبقى ساتوريتد، يعني بيدي فقط ديورنج اكتيفيتي، وعليه بيشتغل في الشفوي سمول ستورج اوف اوكسجين. ليه سمول؟ لانه بيمسك في واحده بس. ليه ستورج؟ لانه ما بديش غير دورينج اكتيفيتي، تمام. وقلنا شكل الكيرف يبقى تبقى حافظه صامم في الشفوي ريكتانجولار هايبر بولا. طب من يعطي من؟ الهيموجلوبين بيدي المايوجلوبين، يبقى لازم سؤال صعب في الام اس كيو، يبقى المايوجلوبين عنده هاي افينيتي زي الفيتال هيموجلوبين بالنسبه للادلت هيموجلوبين، المايوجلوبين بالنسبه للبلاد هيموجلوبين عنده هاي افينيتي لانه ما بيروحش اللانج، ومين اللي بيديله؟ الهيموجلوبين لما بيروح له بيسيب الاوكسجين، يبقى الهيموجلوبين ديكريز ذا افينيتي لانه بيسيب له الاوكسجين، والمايوجلوبين ياخد منه الاوكسجين يبقى هاي افينيتي. والدليل ان الكيرف ده بيبقى مور تو ذا ليفت بالنسبه لده، واحنا قلنا الليفت معناها انكريز افينيتي، تبقى عارف هذا الكلام. ثم يبقى سؤالين صغيرين اللي هم البورز افكت يا اولاد، ان اول واحد اكتشف في الاربعه فاكتورز ده ان السي او 2 اللي هو اول فاكتور بيغير شكل الهيموجلوبين يخليه يسيب الاوكسجين، راجل اسمه بورز. يبقى بورز افكت ان اول فاكتور زياده السي او 2، وده على فكره بيزود البريشر في الكربون دايكسيد وبيزود الهيدروجين اين، لان زياده السي او 2 بتزود الكربونيك اسيد الهيدروجين اين، ده بيؤدي الى ان الديسبيسمنت اوف اوكسجين فروم هيموجلوبين، يسيب الهيموجلوبين ديسبيسمنت اوف اوكسجين فروم هيموجلوبين اللي هو شيفت تو ذا رايت. اوعى تنسى الكربون دايكسيد حلو، البورز افكت ناحيه اليمين، كربون مونوكسيد ناحيه الشمال. ثم اخر سؤال قلناه يا اولاد، ليه استخدموا في الكيرف الساتوريشن وما استخدموش الكونتنت؟ حيله لا تنطوي على طفل. لو انا قلت لك انا عطشان جبت لي فنجان قهوه مليان للنص، وجبت الواحد تاني جنبي عطشان كوبايه مليانه للنص، هتضحك عليا وتقول لي بقى ما انت واخد النص واخد نص، الكونتنت مختلف. احنا الاثنين الفنجان مليان للنص واللي جنبي خد بقى كوبايه من النص، ساتوريشن لم يتاثر باختلاف المحتوى اللي هو الهيموجلوبين، الساتوريشن ما بيتاثرش، بينما الكونتنت اختلف، فما استخدمناش الكونتنت لانه يختلف من شخص الى اخر تبع لكميه الهيموجلوبين. اللي عنده انيميا الكونتنت قليل، ولكن الساتوريشن ثابته في كل الناس، عشان كده استخدمنا البرسنتج ساتوريشن وقلنا استخدم الكونتنت. كده خلصنا الاربع عجيب بتاعه الاوكسجين ترانسبورت، ماده عندها تو افينيتيز
الفاكتورز كومبترايز الافينيتي بتتغير مع الاكتيفيتي. ذا مور ذا اكتيفيتي ذا ليس ذا افينيتي اند ذا ليس ذا اكتيفيتي ذا مور ذا افينيتي لودينج شيفت تو ذا ليفت. ثم عجوبة الزمان في فرق بين الادلت والفيتال هيموجلوبين. ثم عجوبة المكان الفرق بين الميوجلوبين والهيموجلوبين. كان ذلك في مفهوم الاعاجيب الاربعة للهيموجلوبين كما اراها وتثبت انه وراء الخلق خالق. وقبل الاربع عجيب دي ان الدم ما يبقاش مية، ان الهيموجلوبين زود الاكشن كارين كاباسيتي او بلاد 65 تايمز. ثانك جاد. اشكركم لوقتكم واتمنى اكون افدتكم واسعد بلقائكم والقاكم قريبا باذن الله اذا كان في العمر والصحه بقيه. شكرا.